سالوه على الشات ايضا. This call is now being recorded. يبدأ آرائكم ومقترحاتكم الأساطورية للورشة المستقبلية. والآن ننتقل للدكتور باسل الحساب في تقديم ورشة العمل شات جي بي تي. نأمل أن تستمتعوا بها وأن تحقق الفائدة الموجودة. أهلا وسهلا فيك دكتورنا العزيز، تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بس تعطوني الأوكي إنه الصوت واضح والصورة واضحة. تمام، واضحين دكتور، الله يعطيك ألف واضح عافية. دكتور، واضح، بارك الله فيك. بحب ببداية ورشتنا اليوم عن الشات جي بي تي، بحب رحب بجميع الحضور، بحب أشكر مستضيفين هاي الورشة بريليانت برين أكاديمي متمثلين بالدكتور صالح والدكتورة خلا. موضوع ورشتنا اليوم خلينا نعتبره كان الترند أو كان متصدر العناوين في آخر 6 أو 7 أشهر، وهو الشات جي بي تي. بالنسبة لبعض المختصين بالمجال اعتبروا ظهور الشات جي بي تي لا يقل أهمية عن بداية الإنترنت أو ظهور محرك البحث جوجل. ضمن ورشة العمل هاي وخلال ساعتين راح نضيء بعض النقاط أو راح نمر على بعض النقاط التي تخص الشات جي بي تي، ومن هذه النقاط تعريف عام بالشات جي بي تي، المخاوف المرتبطة بالشات جي بي تي، البدائل المجانية المتوفرة التي يمكن استخدامها من قبل الجميع، شات جي بي تي بالمجال الأكاديمي، شات جي بي تي بالمجال الهندسي، الأعمال التي ينصح ولا أو الأعمال التي لا ينصح باستخدام الشات جي بي تي فيها. ورح نمر على هالمحاور تباعا، بس رح بلش بداية بمشاركة العرض. قبل البداية بالعرض، مثل ما حكت الدكتورة حلان، الدكتور باسل الحسن دكتور بالهندسة المدنية، اختصاص Construction Management، عضو هيئة تدريسية في كلية الهندسة المدنية جامعة حماة. رح نبلش بالمحور الأول وهو تعريف عام بالشات جي بي تي. ما هو الشات جي بي تي؟ أنا سألت الشات جي بي تي عن التعريف أو من تكون، فجاوبني أنا شات جي بي تي. طبعاً أحرف جي بي تي هي stands for أو تعبر عن Generative Pre-trained Transformer، أي مولد تحويل مسبق التدريب، وهو عبارة عن موديل لغوي تم تطويره من قبل شركة OpenAI. تم تطوير هذا الموديل اللغوي من أجل أن يعالج اللغة الطبيعية ويقدم مجموعة خدمات، منها الإجابة على الأسئلة، منها تأديت المهام المختلفة، منها تبسيط الأفكار المعقدة، والدخول بمحادثات بشكل مشابه لقدرات الإنسان. يعني خلينا نعبر عنه بطريقة أخرى، هو عبارة عن صندوق للشات. ضمن هذا الصندوق أنت قادر تستفسر عن أي معلومة، وقادر تسأل عن أي سؤال، وشات جي بي تي رح يفهم سؤالك ويجاوب عليه كأنه إنسان. فهو خلينا نعتبره كأنك عم تسأل شخص عالم بكل المواضيع. طيب، كيف استطاع شات جي بي تي تحقيق ذلك؟ تم تدريب شات جي بي تي، طبعا هو عبارة عن برنامج كمبيوتر، هو سوفت وير لا يملك هيئة فيزيائية. تم تدريبه على كمية ضخمة من البيانات المتوفرة على شبكة الإنترنت، من هذه البيانات الكتب، الأبحاث العلمية، المواقع، المقالات وغيرها، وتم تحليل هذه البيانات ليصبح شات جي بي تي هو أداة قادرة على إجراء محادثات مع الأشخاص بشكل مشابه للمحادثات التي يقوم بها الإنسان العادي، وتوفير إجابات، خلينا نعتبر الإجابات التي يوفرها بتكون صحيحة ودقيقة بمقدار ما يكون المدخل أو السؤال صحيحة. ظهور شات جي بي تي لاقى انتشار واسع، فظهر الشات جي بي تي بشهر نوفمبر 2022، ب30 نوفمبر 30/11/2022، بالأسبوع الأول من ظهوره كان هناك 1 مليون مستخدم، هناك 25 مليون زيارة يومية. بشهر جانيوري 2023، أي بعد شهرين من صدور الشات جي بي تي، كان هناك 100 مليون مستخدم، وهناك 590 مليون زيارة شهرية. طبعاً خلينا نحكي عن الرقمين اللي هن الزيارات اليومية والزيارات الشهرية. هذين الرقمين من تقريباً من حدود شهر أو شهر ونص، وبالتالي
في الوقت الراهن ممكن انه يكونوا هالرقمين اعلى بشكل كبير، او بالتاكيد رح يكونوا اعلى بشكل كبير. بالنسبه للرقم 100 مليون مستخدم بعد شهرين، ممكن قارنه انا مع احد اشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو الانستغرام. الانستغرام بعد شهرين من ظهوره حقق 1 مليون مستخدم، بينما الشات جي بي تي حقق 100 مليون مستخدم. وبالتالي كان الشات جي بي تي التطبيق الاسرع بالتاريخ من خلال الانتشار ب 100 مليون مستخدم خلال شهرين. طبعا نسخ الشات جي بي تي المستخدمه حاليا هي الشات جي بي تي 3 والشات جي بي تي 3.5، اللي مثل ما حكينا ظهر بالشهر 11 2022. معنى انه عندي نسخة شات جي بي تي 3، معناته كان في عندي شات جي بي تي 2 وكان عندي شات جي بي تي 1 اللي ظهروا بالعام 2018 و2019 تباعا، ولكن هاتين النسختين من شات جي بي تي لم يعودا ضمن الاستخدام، وكانوا نسختين إمكانيات محدودة ولم يحدثوا الضجة الموجودة حاليا اللي أحدثها شات جي بي تي 3.5. الشات جي بي تي 4 وهو النسخة المأجورة ظهرت بدأت ب 14 شباط 2023، فحاليا متوفر من الشات جي بي تي نسختين، شات جي بي تي 3.5 وهي النسخة المجانية، شات جي بي تي 4 وهو النسخة المأجورة، مع وعود بإصدار الشات جي بي تي 5 في نهاية العام 2023. الشات جي بي تي مثل ما حكينا بالمقدمة يؤدي عدد كبير من الخدمات بالنسبة للأفراد، ومن هذه الخدمات كتابة المحتوى الذي يتضمن كتابة الإيميلات والسوشيال ميديا بوست، الكفر ليتر، السي في، القصص، الروايات، المقالات. ممكن استخدامه كمحرك بحث مصغر، ممكن استخدامه للترجمة بين كل اللغات وصراحة بدقة أعلى من الجوجل ترانسليت. ممكن استخدامه أيضا في عملية أتمتة للمهام المتكررة Task Automation. ممكن استخدامه لتحضير لمقابلة عمل. أيضا ممكن استخدامه لبعض الاستخدامات الممتعة مثل تأليف الموسيقى وكتابة الشعر. يتضمن أيضا شات جي بي تي أدوات للفيديو والإيمج إيديتينج. ممكن بلاي جيمز وشات جي بي تي. ممكن انت تصور شو موجود ضمن البراد عندك او ضمن المطبخ، وممكن هو ينصحك بتحضير وجبه معينه. ممكن انه يقوم بعمليه التكست سمرايزيشن، اي عمليه تلخيص للنصوص. طبعا هاي مجموعه من الوظائف اللي بيقدمها شات جي بي تي حزمه، وايضا عندي كميه اخرى من المهام المختلفه اللي بيقدمها الشات جي بي تي. بعض الامور اللي من المفروض كمستخدمين للشات جي بي تي انه نعرفها ونحطها ببالنا، اول شيء انشورينج اكيوريسي، موضوع الدقه. الشات جي بي تي قادر بشكل كبير على توليد ردود دقيقه واجابات دقيقه، ولكن لا يوجد اي ضمانه ان تكون هذه الاجابات صحيحه. فالشات جي بي تي بكثير من الاحيان يوفر اجابات خاطئه، وبالتالي حتى الآن لا يمكن الاعتماد على الشات جي بي تي من أجل اتخاذ القرارات المهمة من الناحية المالية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن خلينا نحكي للأمانة، خلال فترة استخدامي للشات جي بي تي اللي كانت بحدود 6 أشهر، لاحظت أنه نسبة الخطأ انخفضت ونسبة الإجابات الخاطئة أصبحت أقل، وبالتالي هناك حالة تطور مستمر، وهو طبعا الشيء المنطقي. فبتوقع بعد فترة ممكن انه يكون درجة او معدل الحصول على اجابة خاطئة منخفض بشكل كبير. المعلومة الثانية اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار عند استخدام الشات جي بي تي، ان الشات جي بي تي is biased او الشات جي بي تي متحيز. ذكر آيلون ماسك وهو رجل أعمال الغني عن التعريف أنه طلب من الشات جي بي تي ذكر بعض النقاط الإيجابية عن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب. شات جي بي تي رفض أنه يذكر هاي النقاط الإيجابية. بالمقابل طلب منه ذكر نقاط إيجابية عن الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، فشات جي بي تي ذكر نقاط إيجابية عن بايدن.
فبالتالي يمكن أن يذكر شات جي بي تي نقاط إيجابية عن شخص ولا يذكر نقاط إيجابية عن شخص آخر. فلذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمواضيع التي يمكن أن تتحمل آراء مختلفة، أن شات جي بي تي ممكن أن ينحاز لرأي من هذه الآراء. الموضوع الثالث اللي لازم نحطه بعين الاعتبار أنه شات جي بي تي هو أداة قوية، ولكنها الآن في الطور الأول ولا تزال بشكل كبير في مرحلة التطوير. شات جي بي تي قادر على الإجابة على كمية كبيرة من الأسئلة والاستفسارات وتبسيط الأفكار، ولكن أيضا هناك أسئلة شات جي بي تي غير قادر على الإجابة عليها أو هي خارج نطاق إمكانيات الشات جي بي تي. من هذه الأسئلة، الأسئلة التي تتضمن personal opinions or beliefs، الأسئلة التي تتضمن آراء شخصية أو تتضمن المعتقدات وتتضمن الإيمان الشخصي. فعلى سبيل المثال، جربت أنا أسأل الشات جي بي تي من هو لاعب كرة القدم الأفضل بالعالم، هل هو ميسي أو كريستيانو رونالدو؟ شات جي بي تي رفض الإجابة وجاوبني إنه الموضوع بيرجع لاعبين متميزين، وفر لي أرقام وإحصائيات عن آخر إنجازات للاعبين، عدد الأهداف التي تم تسجيلها، عدد الألقاب التي تم تحقيقها، ولكن جاوبني بالأخير إنه الموضوع شخصي وبيرجع لكل شخص، ممكن الموضوع يختلف من شخص إلى آخر. موضوع المعتقدات وموضوع الإيمان كمان موضوع شات جي بي تي غير قادر على الإجابة عليه. أحد الأشخاص سأل الشات جي بي تي عن الذات الإلهية، فكان الجواب بالشكل التالي: God is a hot topic، يعني موضوع المتعلق بالذات الإلهية هو من المواضيع الساخنة واللي أنا غير قادر إني أعطي رأي شخصي فيها، واللي هي ممكن تختلف حسب معتقدات الشخص وحسب إيمان الشخص. أيضا شات جي بي تي لن يجيب على الأسئلة التي تتضمن أمور غير قانونية، أمور غير أخلاقية أو غير مناسبة. فعلى سبيل المثال، سؤال الشات جي بي تي عن أي نشاط ممكن أن يتضمن مضمون إجرامي يتعلق على سبيل المثال بالإرهاب، يتعلق بالمخدرات، يتعلق بالتهريب، أي أمور ممكن تكون أمور غير قانونية، شات جي بي تي ما راح يجاوب على هاي الأمور وراح ينأى بنفسه عن الجواب. ولكن للأسف هناك مخاوف من القدرة على الالتفاف على هذا الموضوع، واللي راح نحكي عنه لاحقا ضمن هذا العرض. أيضا مثل ما حكينا، قدرات الشات جي بي تي على الإجابة على الأسئلة والاستفسارات تنبع من أنه تم تدريبه على قاعدة بيانات. أي سؤال ضمن قاعدة هاي البيانات هو قادر على الإجابة عليه، ولكن الأسئلة التي تقع خارج نطاق قاعدة البيانات هذه شات جي بي تي غير قادر على الإجابة عليها. النقطة الرابعة اللي ممكن الشات جي بي تي يكون عاجز عن الإجابة عليها هي الأسئلة التي تتضمن توقعات مستقبلية. فعلى سبيل المثال، لو سألنا شات جي بي تي ما هو شكل العالم بعد 100 سنة، ما رح يكون قادر إنه يجاوبني على هذا السؤال، لأنه بيتضمن توقع مستقبل. أيضا الأسئلة التي تتضمن الحدس أو تتضمن توقعات غير مبنية على أدلة. فعلى سبيل المثال، لو سألته ما توقعك لكمية الأمطار في سوريا في هذا العام، رح يكون غير قادر على الإجابة عليه. أيضا شات جي بي تي رح يكون غير قادر على الإجابة على الأسئلة التي تتضمن خرق لسياسات الشركة المصنعة اللي هي شركة أوبن أي آي. ما هي حدود الشات جي بي تي؟ الشات جي بي تي كموديل لغوي تم تدريبه على البيانات حتى عام 2021. أي سؤال خارج أو أي سؤال بعد العام 2021 لن يستطيع الشات جي بي تي المطور من قبل شركة أوبن أي آي على الإجابة عليه. ولكن للأمانة رح نتعرف بعد شوي على موديلات لغوية تم تطويرها من قبل عمالقة تكنولوجيا آخرين غير الأوبن أي آي، مثل جوجل ومثل مايكروسوفت ومثل علي بابا وغيرها، تملك أوبن أكسس أو تملك ريل تايم أكسس لشبكة الإنترنت، وبالتالي هي قادرة على الإجابة على الأسئلة بعد عام 2020. أيضا الشات جي بي تي تم تطويره أو حتى الآن يقاس درجة نجاحه بمقدار
قدرته على الاقتراب من البشر بموضوع إجراء المحادثة، بموضوع الإجابة على الأسئلة وغيرها. ولكن حتى الآن الشات جي بي تي يفتقر لبعض الصفات البشرية اللي هي المشاعر والعواطف والتجارب الشخصية والقدرات البشرية على التواصل. أكيد سمعنا جميعنا أنه هناك مخاوف أن الشات جي بي تي ممكن أنه يستبدل البشر في يوم من الأيام، ولكن بعض الأشخاص تحدث بأن طالما أن الشات جي بي تي لا يملك هذه المواصفات البشرية فهو غير قادر على استبدال البشر في المرحلة القادمة. أيضا الشات جي بي تي غير قادر على إعطاء أحكام أخلاقية وغيره. فالشات جي بي تي يوفر بيانات بناء على الأنماط وقواعد البيانات المخزنة ضمن البيانات التي تم تدريبه عليها، وبالتالي تعتبر الأمور الأخلاقية من الأمور المعقدة. الشات جي بي تي على سبيل المثال على موضوع: هل من الأخلاقي تناول اللحوم، لحوم الحيوانات؟ طبعا بالنسبة لبعض الأشخاص موضوع تناول اللحوم هو موضوع غير أخلاقي، بالنسبة لأشخاص آخرين هو موضوع أخلاقي. فبالنسبة لهذا السؤال شات جي بي تي لن يستطيع توفير الإجابة، لأن هذا الموضوع يتعلق بالمعتقدات الشخصية ويرتبط بالأمور الدينية والثقافة التي لا تقع ضمن إمكانيات الشات جي بي تي. أيضا الشات جي بي تي has a restricted capability for natural conversation flow، فهو بالرغم من أنه كانت المحاولة أنه نجعله قريب قدر الإمكان من الإمكانيات البشرية في موضوع القيام بالمحادثات أو إجراء المحادثة، ولكن هو لا يزال عاجز 100% عن الوصول لقدرات البشر في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، لو سألت الشات جي بي تي أو طلبت من الشات جي بي تي موضوع Can you lend me a hand؟ Can you lend me a hand؟ هل يمكن أن تقدم لي يد المساعدة بموضوع ما؟ ممكن الشات جي بي تي ما يفهم سياق الكلام ويأخذ الكلام بحرفيته وما يفهم المجاز اللي موجود وراء الكلام، أو خلينا نسميها بلغة أخرى ما وراء الأسطر. هو لا يملك القدرات البشرية على الإجابة على المعلومات التي تقع التي تكون تتضمن معنى ضمني أو معنى مخفي. أيضا مثل ما حكينا سابقا، الشات جي بي تي لديه الميل لتوليد استجابات منحازة نتيجة تأثير البيانات التي تم تدريب الشات جي بي تي عليها. فالشات جي بي تي خلال الإجابة يعتمد على قاعدة البيانات الموجودة. فلو سألناه على موضوع ما، وهذا الموضوع كان معظم الناس المتحدثين فيه أو معظم الناس اللي نشروا أبحاث فيه أو متكلمين فيه هم ذكور، فالجواب راح يكون منحاز أو خلينا نعتبره ذكوري أكثر. على سبيل المثال لو سألنا عن موضوع متعلق بكرة القدم راح نلاحظ أنه الإجابة ممكن تكون تحمل طابع ذكوري أكثر. فأجوبة الشات جي بي تي منحازة بناء على قاعدة البيانات التي تم تدريبه عليها. فلو سألنا الشات جي بي تي عن موضوع على سبيل المثال: هل الأرض كروية أو مسطحة؟ طبعا راح يكون الجواب الأرض كروية، لأنه قاعدة البيانات أو البيانات التي تم تدريب الشات جي بي تي عليها تتضمن هذه المعلومة أنه الأرض كروية. حاليا راح أطلع من العرض وراح أستعرض مجموعة من المواقع التي تتضمن موديلات لغوية لشركات مختلفة، وراح تكون البداية من الشات جي بي تي، وبدي أرجع أطلب التأكيد أنه شاشة العرض واضحة عندكم. تمام، واضحة دكتور، واضحة 100%. الله يعطيك العافية. الآن أنا فتحت على موقع أوبن أي آي وفتحت على الشات جي بي تي وطلبت منه نيو شات. طبعا موضوع التسجيل موضوع سهل، ما هو موضوع صعب، ولكن في بعض الدول اللي حضرت الشات جي بي تي المحظور فيها الشات جي بي تي على سبيل المثال مثل إيطاليا، في دول غير متاح فيها، مو غير متاحة الخدمة مثل سوريا. فللتسجيل على الشات جي بي تي للموجودين بسوريا راح تضطر إنك تستخدم
رقم لشخص موجود خارج سوريا ويتم ارسال كود على هذا الرقم، ثم باستخدام هذا الكود راح نتمكن من الولوج الى الشات جي بي تي، وايضا باستخدام الايميل. حاليا انا فاتح على نافذه الشات جي بي تي، والشات جي بي تي كاتب لي مجموعه معلومات، هون يذكر لي بعض الامثله على المواضيع اللي انا قادر اساله عنها، ايضا قد ذاكر لي بعض الأمثلة على المقدرات أو قدرة الشات جي بي تي، فهو قادر على تذكر سياق الكلام أو قادر على تذكر المحادثة السابقة، وأيضا قادر على توفير التصليحات، وأيضا قادر على عدم إظهار المحتوى غير المناسب. وعندي هون ذاكر أنه أنا كشات جي بي تي عندي مجموعة ليميتيشنز أو عندي مجموعة محددات، فعم يحكي ضمن هاي المحددات ممكن أن يتم مثل ما حكيت ضمن العرض، ممكن أنه يتم أحياناً توليد معلومات أو أسئلة غير صحيحة، ممكن أنه يتم توليد تعليمات ضارة أو منحازة، محتوى ضار أو منحاز، وأيضاً المعلومات او البيانات اللي ضمن الشات جي بي تي هي موجوده او مخزنه حتى عام، او تم تدريب عليه تدريب الشات جي بي تي على البيانات حتى عام 2021، فاي سؤال او معلومه برا ال 2021 راح يكون الشات جي بي تي غير قادر على الاجابه عليها. طبعا انا بشوف انه بالقائمه اليساريه عندي المحادثات السابقه اللي انا قمت فيها مع الشات جي بي تي، راح افتح المحادثة حاليا. ما عم يقوم بفتح المحادثة للأسف. طيب نحن حاليا انا مجهز مجموعه من خلينا اللي اسمه برومبت اللي نحن بنسميها بالعربي تلقينه للشات جي بي تي، وراح بلش سجل هاي التلقينات ضمن الشات جي بي تي. على سبيل المثال ما هو العام الان؟ راح نبلش بموضوع مجموعه من الاسئله الممكن تكون بسيطه. الشاشه كانه ثابته عنا ما بتغير شيء، سطح المكتب ثابت. طيب هيك دكتورة؟ ما بتغير نفس الشيء، طلع الشاشة الزرقاء سطح المكتب. رح ارجع اقوم بعملية المشاركة مرة ثانية. تمام الله يعطيك العافية. دكتور لو لما تتم المشاركة اعمل لكامل الشاشة وليس فقط للسلايد، عشان يعني الشاشة اللي معك. حاليا تم المشاركة بس الساعه لساتنا يعني احنا في على جوجل ميتينج. ايوه تمام ممتاز تمام واضح دكتور تمام فانا حاليا فاتح على شات جي بي تي، فمثل ما حكينا انه الشات جي بي تي يمتلك القدره على تذكر سياق المحادثه السابقه، فانا حاليا راح النسخه اللي عم استخدمها او النسخه المتاحه للجميع هي شات جي بي تي 3.5 اللي انا فاتح عليها، واللي هي النسخه المجانيه من شات جي بي تي، وانا عم لاحظ انه غير قادر حاليا على توليد الاجابات. السبب انه الشات جي بي تي النسخه المجانيه في حال الضغط عليه راح يكون غير قادر على توليد الاجابات، ونحن قادرين على موضوع نعمل ابجريد للنسخه حتى نحصل على نسخه شات جي بي تي 4 من خلال الابجريد وباشتراك شهري $20 بالشهر. وبلاحظ الاختلاف بين الفري وبين الخطه الغير مجانيه، فهو available when demand is low، يعني ممكن انك تستخدمه عندما يكون لا يوجد ضغط
ستاندرد ريسبونس سبيد يعني السرعه هي النمطيه، وريجولر موديل ابديت وتحديثات متتاليه، بينما بالنسخه الماجوره هو متوفر دائما ويتضمن اجابات بسرعه اكبر ويتضمن اي تحديثات او اي مميزات اضافيه راح يكون له الاولويه لصاحب هالنسخه من الاستفاده منها. راح اعمل محاوله اخيره لحتى يفتح معي المحادثه، ولكن للاسف راح بس انا راح اطلع حاليا من الشات جي بي تي وروح على بديل مجاني للشات جي بي تي، الموقع الجميل اللي نحن شايفينه اللي اسمه boy.com. ضمن هذا الموقع انا بلاحظ عندي مجموعه من الموديلات اللغويه اللي هي عباره عن 6 موديلات لغويه. مثل ما حكينا سابقا الشات جي بي تي هو الاشهر، ولكن كل شركه من شركات التكنولوجيا العملاقه طورت موديل لغوي خاص بها، مثل بارد اللي تم تطويره من قبل شركه جوجل، مثل يو، مثل كلاود اللي نحن شايفينه حاليا اللي هو من شركه علي بابا وغيره. هون الفاتح معي راح افتح هون على الشات جي بي تي وراح اسال مجموعه اسئله اللي انا مجهزها على جنب عشان موضوع اختصار وقت الورشه. فراح دخل السؤال وعم اساله ما هو العام الان؟ طبعا هو ضمن الاجابه كتب لي انه this bot make incorrect statement it doesn't have knowledge or event after 2021. فهو ممكن انه يعطيك اجابه غلط نظرا لانه البيانات والمعلومات المخزنه فيه هي فقط العام 2021. فانا راح اتاكد من هالمعلومه واساله سؤال، من الفريق الذي فاز بكاس العالم بقطر بالعام 2022؟ راح نشوف الجواب. عم يجاوبني انا كموديل لغوي ليس لدي القدره على التوقع، فهو بالنسبه له كاس العالم بالعام 2022 هو توقع مستقبلي لانه هو عايش حاليا ضمن العام 2021 فقط، ولكن ذكر لي بعض المعلومات انه هي scheduled to take place in Qatar، فهي من المقرر ان تتم بقطر ولكنها لم تتم حتى الان بالنسبه له. تمام، ف وبالتالي اي معلومه او شيء نساله عنها بعد 2021 عفوا لن يكون قادر الاجابه عليها. ولكن اذا بروح على موديل لغوي اخر وهو البارد هو الموديل اللغوي اللي تم تطويره من المنافس الاقوى شركه جوجل، ويتميز هذا الموديل اللغوي بانه قادر او يمتلك ريل تايم اكسس لشبكه الانترنت، وبالتالي راح نجرب نساله نفس السؤال ونشوف شو ممكن يكون الجواب. ذكر لي انه اللي فاز بكاس العالم ب 2022 هي الارجنتين والتي هزمت فرنسا بالمباراه النهائيه بضربات الجزاء، وبالتالي حصلت على كاس العالم، واعطاني مجموعه من المعلومات الاضافيه المتعلقه بهذا الموضوع. على سبيل المثال راح اسال سؤال اخر، من هو الملك حنكليس الاول الذي حكم بلاد الرافدين قبل الميلاد؟ وراح اروح على الشات جي بي تي. راح احكي معلومه، انا كنت اسال نفس هذا السؤال للشات جي بي تي قبل شهرين او ثلاثه، فلما اساله من هو الملك حنكليس، طبعا هو ما في هيك ملك، هو هذا اسم انا افتراته من عندي، لا يوجد هيك شخص. لما كنت اساله مين هو هذا الشخص بيعطيني معلومات عنه، فكان جوابه اللي موجود بالشات جي بي تي وراح اتاكد اذا فتح ولا ما فتح. للاسف هسه يبدو انه الضغط موجود على الشات جي بي تي. لما كنت اساله نفس السؤال كان يعطيني معلومات، يخبرني انه الملك كذا حكم بلاد الرافدين بين عامين كذا وكذا وابرز انجازاته كانت كذا، يعطيني معلومات بتخليني انا الشخص اللي اخترعت الاسم شك بنفسي، يعني صرت بعد ادور فعلا انه في ملك اسمه حنكليس الاول ولا لا. هو طبعا اسم خيالي ما في هيك شخص، ولكن حاليا بلاحظ انه
صارت نسبة الأخطاء أو نسبة الإجابة الخاطئة بالشات جي بي تي أقل، وبتوقع مستقبلا راح يكون الموضوع متطور أكثر أو راح يعطيني إجابات أكثر دقة على التلقينات. راح أسأله سؤال آخر، راح أطلب منه explain Big Bang as I am 8 years old، يعني اشرح لي الانفجار الكوني العظيم وكأني طفل بعمر 8 سنوات. حاليا لما بدي أسأله هذا السؤال راح يشرح لي موضوع علمي، موضوع علمي خلينا نعتبره ما نو سهل، ولكن راح يبسطه بأبسط طريقة ممكنة بحيث يتمكن طفل بعمر 5 سنوات يفهمه. فعم يقول لي الانفجار الكوني العظيم هو نظرية علمية تشرح كيف بدأ العالم، فمنذ 13.8 بليون ييرز يعتقد العلماء بأن الانفجار الكوني العظيم، قبل الانفجار الكوني العظيم لم يكن يوجد شيء ضمن العالم. لو طلبت منه انه explain Big Bang as I am 5 years old، يعني كأني طفل بعمر 5 سنوات، رح يقوم بتبسيط الفكرة بشكل أكبر حتى يكون قادر على توصيل الفكرة الصحيحة بالنسبة إلي. رح أطلب منه طلب آخر، أريد قصيدة شعرية موزونة عن إنجازات ريال مدريد في الدوري الإسباني بأسلوب عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم طبعا الشاعر الجاهلي اللي معروف، شخص غني عن التعريف، فرح شوف شو رح يطلع. طيب جاوبني، لا يمكنني كتابة قصيدة شعرية بأسلوب معين، ولكنني يمكنني محاولة كتابة قصيدة شعرية موزونة بأسلوب عام حول إنجازات ريال مدريد. فكتب لي قصيدة شعرية ولكن اعتذر مني، قال لي هاي القصيدة الشعرية ممكن ما تكون بأسلوب عمرو بن كلثوم. فكاتب ريال مدريد أسطورة حية في قلوب عشاقه، يحتل مكانة وفي ملاعب يخطو بثبات نحو المجد والانتصار العظيم. طيب رح جرب اسأل بارد عن نفس السؤال، مع العلم انه هذا السؤال سابقا سألته، اعطاني قصيدة شعرية باسلوب عمرو بن كلثوم. طبعا بارد حاليا ما اعطاني جواب بسبب انه كان السؤال باللغة العربية. رح اسأل تطبيق آخر، وصراحة هو التطبيق اللي أنا عم اعتمد عليه بشكل أكبر، وهو بينزل على اللابتوب، هو تطبيق على سطح المكتب اسمه بيرلي. رح أطلب نفس الطلب منه، كمان اعتذر. فعلى كل الأحوال نحن في أي تلقينة أو سؤال أنا عندي خيارات متعددة. أيضا من الخيارات اللي ممكن استخدمه هو محرك البحث يو. طبعا يو بس بيحتاج بالنسبة لنا كاسر بروكسي، وأعطاني حاليا قصيدة شعرية. ما اعتذر وقال لي أنا غير قادر أن يكتب القصيدة الشعرية بأسلوب عمرو بن كلثوم، فكاتب لي يبرز الفريق في مباراته ولج للنصر دون تلوث نجوم تسطع كأنجوم السماء تقود الفريق إلى الانتصار دون غاية ريال مدريد وإلخ. فالشيء اللي بدي أذكره أنه أنا أحيانا أحد الموديلات اللغوية خلينا نقول أنه غير قادر أن يعطيني الإجابة اللي بدي إياها، فأنا بضطر بدل بين كذا موديل لغوي، وأنا عم حاول استعرض مجموعة أمثلة هي قابلة للاستخدام. الشات جي بي تي مثل ما لاحظنا لأنه الأشهر ولأنه المعروف بشكل أكبر أحيانا بيكون غير قادر على الاستجابة. فأنا عندي خيارات مختلفة من يو.com وهو بإمكانيات جميلة جدا، بارد من شركة جوجل، بارد حاليا هو نسخة تجريبية experiment، فهو متاح بعدد محدد من الدول. أنا سجلت فيه بداية، كنت مشغل بروكسي، هذا البروكسي بيظهر أني أنا موجود بالولايات المتحدة لأنه متاح مثل ما حكينا ضمن دول محددة، وهو حاليا في فترة التقييم، فهو بيطلب فيدباك من المستخدمين حتى يكون قادر على تطوير نفسه في الإصدارات القادمة.
البارد لما سجلت عليه كانت في بداية سماها ويتنج ليست، حطني على الويتنج ليست على قائمة الانتظار. بعد فترة، بعد فترة أسبوع أو أسبوعين، سمح لي أدخل على البارد. والجميل بالبارد أنه مثل ما رح نشوف بعد شوي، أنه قادر يولد لي إجابات من خلال الصور. ورح نكمل بالبرومت اللي أنا كاتبة. I need you to analyze something I wrote to learn and learn to write like me. يعني أنا عم بطلب من الشات جي بي تي لتحليل نص أو تحليل إيميل أو تحليل مقال علمي أنا كتبته بأسلوبي بطريقتي. طلبت منه يفهم أسلوبي ومن أجل أنه يولد إيميلات تكتب بنفس أسلوبي. راح أخذ البرومبت أو التلقينة وأطلب من بارد. حاليا راح يطلب مني انه بتوقع راح يطلب مني انه زودني. عامل لك شو؟ بالتاكيد انا استطيع تحليل اي شيء انت ترغب تقوم بكتابته، ويجب ان تتبع الخطوات التاليه. فانا قادر اني اجيب نص من كتابتي واطلب منه توليد مجموعه من النصوص بنفس الاسلوب اللي انا بكتب فيه. راح اروح على سؤال اخر. Help me in preparing a multi-option quiz. يعني ساعدني بتحضير امتحان متعدد الخيارات لطلاب الهندسه المدنيه، على سبيل المثال موضوع ضمن اختصاصي، الموضوع السايت لوجيستيك او موضوع التجهيزات الورشه. فلو سالت بارد عن هذا الموضوع، رح يعطيني مجموعة من الأسئلة اللي على سبيل المثال which of the following is the isn't a key component of site logistics. ما هو المكون الذي يعتبر مكون غير أساسي ضمن تجهيزات الورشة؟ وأعطاني مجموعة اقتراحات لمجموعة أسئلة. ممكن أنا كشخص أكاديمي وكمدرس جامعي ممكن أنه استفيد منها بطريقة أو بأخرى. Can you please provide a summary؟ يعني عم أطلب منه لخص لي رواية الحرب والسلم لليو تولستوي، اللي هو الكاتب الروسي المعروف. هون مثل ما أنا شايفين أعطاني ملخص لرواية الحرب والسلم. الشيء اللي بدي احكي عنه انا خلال تجربتي مع الموديلات اللغويه المختلفه، اكيد انك تساله عن شيء بالانجلش افضل بمراحل انك تساله عن شيء بالعربي. فهو يعتمد على قاعده البيانات المخزنه ضمنه، واكيد كميه البيانات المخزنه باللغه الانجليزيه هي كميه البيانات المخزنه باي لغه اخرى. واحيانا مثل ما شفنا ببعض هو كان غير قادر على الاجابه على السؤال باللغه العربيه. رح كفي بالتلقينات الموجودة معي، رح قل له expand more. يعني هو أعطاني التلخيص ولكن رح أطلب منه أنه expand more ضمن هذا التلخيص، أي توسع أكثر. توسع أكثر حاليا بعملية التلخيص. الشيء اللي بدي أحكيه أنه هو موضوع أنك تكتب برومبت أو تقوم بمحادثة مع أحد الموديلات اللغوية، هو كأنك عم تكون بمحادثة مع شخص، فهو بيتذكر سياق الكلام وبيكفي معك حسب الأسئلة السابقة اللي أنت سأله إياها. فهو يمتلك نوع من أنواع الذاكرة اللي بتخليه قادر على تذكر محتويات الأسئلة السابقة. رح أعقد الأمور أكثر ورح أسأله هذا السؤال. السؤال هو انه انا عندي مجموعه من الاشخاص، اندرو متوفر بين الساعه 11 للساعه 3، جوان متوفر بين الساعه 2 للساعه 2:30، هانا از افيلبل متوفره لنصف ساعه. واذا مجموعه من الاشخاص اللي هن متوفرين ضمن اوقات محدده، وانا عم اطلب منه انه بدي اجتمع بهذول الاشخاص، فاقترح لي الاوقات اللي بتكون مناسبه لكل هؤلاء الاشخاص. فاقترح لي انه ممكن الساعه 12 يكون مناسب، او الساعه 1:30، الساعه 4 وغيره.
راح اسال help me to create goals for improving my English، يعني ساعدني لتطوير او ساعدني لوضع اهداف من اجل تطوير قدراتي في اللغه الانجليزيه using the smart framework، باستخدام اسلوب محدد هو smart framework. فعمي هون قال شور اي كان هيلب يو تو، انا بامكاني اني اوضع مجموعه من الاهداف باسلوب السمارت فريم ورك، ممكن ان تساعدك تكون محترف باللغه الانجليزيه. فحدد لي مجموعه من النقاط اللي ممكن انا اتبعها لهي النقاط حتى اكون محترف باللغه الانجليزيه. وبالطبع انا عم اذكر فقط امثله، ويمكن اسقاط هاي الامثله على مواضيع اخرى. راح اساله سؤال آخر، سؤال: سوريا على سبيل المثال تواجه أزمة في تأمين حوامل الطاقة، كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ وحاليا راح أطلع من بارد على سبيل المثال وراح أجرب شيء ثاني وهو بينج، وهو محرك البحث للعملاق الآخر ضمن عالم التكنولوجيا وهو شركة مايكروسوفت أوفيس. البنك يعني انا عندي بس نقطة عليه انه بتحسه بطيء نوعا ما ضمن الاجابة، فرح ياخذ، بتحسه عم يفكر يعني حاليا، الاجابة بتاخذ معه شوية وقت يعني، البارد او شات جي بي تي اسرع. فذكر لي مجموعة من الامور اللي ممكن انا استخدمها حتى حل موضوع ازمة حوامل الطاقة التي تعاني منها سوريا على سبيل المثال، تشجيع استخدام الطاقات المتجددة أو مثل طاقة الشمسية أو طاقة الرياح على سبيل المثال. راح أطلب منه توسع في شرح النقطة الأولى، النقطة الأولى اللي هي تتعلق بالطاقات المتجددة. يعني أنا الشيء اللي بدي أحكيه إنه لا تتوقع من تلقينة واحدة أو من برومبت واحدة ممكن أنك توصل للهدف اللي بدك إياه، فممكن أنك أنت تضطر تسأل مجموعة أسئلة متتالية حتى توصل للهدف اللي بدك إياه ضمن محركات أو ضمن الموديلات اللغوية. رح أسأل سؤال أخير وأكتفي بالموضوع، رح أقول له اكتب لي باللهجة السورية ملخص لرواية ساق البامبو، وهي رواية لكاتب كويتي على سبيل المثال. خلينا في بنك. يعني خلينا نشوف انه اعطاني معلومه خطا، اول شيء انه اعطاني للكاتب السعودي سعود السنعوسي تتناول قضيه الهويه ومعرفه جذورنا الحقيقيه، بتوقع هاي المعلومه خاطئه انه هو الكاتب. طيب خلينا نتاكد منها. كاتب هو كاتب كويتي، كاتب. فأنا بلاحظ أنه هو أعطاني البنج هون، أعطاني معلومة خاطئة بما يتعلق بجنسية هذا الكاتب، بالرغم من أنه أعطاني التلخيص أعطاني صح. فالشيء اللي بدي أحكي أنه أي معلومة أو أي إحصائية أو أي رقم تأخذه من الشات جي بي تي أو أي موديل لغوي آخر، من المستحسن أو يجب أنك تعمل دبل تشيك من مصادر أخرى حتى تتأكد من صحة هاي المعلومة. أثناء تحضيري لورشة العمل هاي أنا اعتمدت على الشات جي بي تي أو على الموديلات اللغوية بشكل كبير، ولكن أي معلومة أو رقم أو إحصائية أنا تأكدت منها من مصادر مختلفة حتى أتأكد من صحتها. حاليا راح أتوقف هيك
ضمن الموديلات اللغويه المختلفه، وراح ارجع لعرض الباوربوينت، وبدي كمان تعطوني التاكيد انه العرض واضح بالشاشه الكامله. لا هو العرض لانه ايه صاير نصين الشاشه، اخذ على جنب على اليمين واليسار، صاير عرضين كامل. طيب راح قوم بنفس الحركه، راح اعمل ستوب شيرنج وارجع قوم بعمليه المشاركه. حاليا لسه ما تم مشاركة. شو دكتورة؟ تمام ممتاز. تمام. هون أنا رح انتقل للمحور الثاني ضمن ورشتنا لليوم، وهو مجموعة من النصائح من أجل كتابة برومبتس أو تلقينات. ونحن فهمنا شو يعني تلقينات. تلقينة هي السؤال أو المحتوى اللي أنا عم أكتبه ضمن صندوق الشات مشان يوفر لي الإجابات أو المعلومات اللي بدي إياها. شخص ضرب مثال جميل أنا أخذته منه، تحدث أنه أنك تتوقع تحصل على النتيجة اللي بدك إياها من خلال جملة واحدة أو تلقينة واحدة، هو كأنك ممتلك سيارة فيراري وعم تمشي فيها بسرعة 5 كيلومتر بالساعة، أي أنك لا تتوقع أنك رح تحصل على الإجابة الدقيقة من جملة واحدة، ولكن أنت رح تحتاج لمجموعة من الأسئلة حتى توصل للسؤال أو الإجابة اللي بدك إياها. وهنا رح أذكر مجموعة من النصائح اللي بتخص كتابة برومبت أو كتابة تلقينة مناسبة حتى تحصل على إجابة دقيقة قدر الإمكان. خلال السؤال يجب أنه نولد constraints أو قيود، لازم ما نخلي المجال مفتوح للافتراضات للشات جي بي تي، لازم يكون سؤال محدد عن نقطة معينة. فلو أردت الاستفسار عن موضوع على سبيل المثال الاستدامة بصناعة التشغيل، إذا سألته فقط عن موضوع الاستدامة رح يعطيني الاستدامة بشكل عام، لازم نذكر صناعة الاستدامة بصناعة التشغيل على سبيل المثال. ولو أردت أن الاستدامة بصناعة التشغيل باستخدام Building Information Modeling أو مباشرة معلومات البناء، لازم أذكرها ضمن التلقينة أو ضمن البرومبت حتى أوصل قدر الإمكان لإجابة دقيقة. بس السؤال الضبابي يولد إجابة ضبابية، السؤال العام يولد إجابة عامة. لما تحصل على إجابة غلط أنت باحتمال كبير سأل سؤال غلط. لما أنت ما عم تعرف شو عم تسأل شات جي بي تي ما رح يعرف يجاوب. ولازم تحط بعين الاعتبار أنه شات جي بي تي طبعا نحن على لساننا دائما شات جي بي تي، لأنه خلينا نعتبر الموديل اللغوي الأشهر، ولكن خلينا نعتبر كافة الموديلات اللغوية اللي أنا من شوي استعرضت مجموعة منها. عند سؤال أي موديل لغوي هو ممكن أنه ما يعطيني الجواب الصحيح من المرة الأولى، ولكن حيساعدني أني بنسبة 90% يبعثني بالطريق الصحيح. النصيحة الثانية أن يتعامل مع الشات جي بي تي كمتدرب رقمي. فلو أنا شخص عندي على سبيل المثال طلاب ماجستير أو عندي مهندسين بيشتغلوا معي، فأنا لما بدي أطلب من هؤلاء المهندسين موضوعها فأنا بطلبه على مراحل حتى يكون هذا، أو أني لما بدي ياهم يتعلموا مهارة ما خليهم يتعلموا هاي المهارة على مراحل. فأيضا النصيحة اللي بدنا نعتبرها على شات جي بي تي، انت اذا بدك اياه يقوم بالوظيفه بشكل صحيح لازم تعتبره كمتدرب رقمي. هذا المتدرب لازم تمشيه بمراحل التعلم مرحله مرحله حتى توصل للنقطه اللي بدك اياها. وانت لازم تعتبر انه شات جي بي تي هو اداه او الوسيله، هو ما راح يقوم بالتفكير عنك. وظيفه التفكير الابداعي هي وظيفه الشخص، ولكن وظيفه الاداء او وظيفه تحقيق الطلب هي وظيفة الشات جي بي تي. المفروض ضمن التلقين انك تعطيه مهمة واحدة، فانت اذا اعطيته 7 مهمات دفعة واحدة بالتأكيد راح تكون الاجابة غير دقيقة. مدخل خاطئ مخرج خاطئ. قاعدة garbage in garbage out، يعني
ادخلت مدخل غير مناسب او مدخل غير جيد، راح يكون المخرج ايضا غير جيد. ايضا من النصائح يجب انه ما تعتمد بشكل كامل على الشات جي بي تي، لازم تعتمد ايضا على الحس الشخصي. فعلى سبيل المثال من شوي انتبهنا سالناه عن ملخص لروايه ساق البامبو، كتب لي الملخص حسب معرفتي في الملخص اول سطرين ثلاثه كانوا صحيحين، ولكن كان جنسيه الكاتب هي جنسيه خاطئه. فلو انا اعتمدت على هالمعلومه على سبيل المثال في بحث علمي او في تقرير او في غيره، راح اكون عم موفر معلومات خاطئه نتيجه اني كنت معتمد بشكل كامل على الموديلات اللغويه. نحن من شوي حكينا انه انا عندي النسخه اللي عم نستخدمها وهي النسخه المجانيه وهي الشات جي بي تي 3، النسخه الماجوره هي الشات جي بي تي 4. الشات جي بي تي 4 ظهر ب 14 شباط 2023، اي من حدود الاربعه اشهر. المطورين ذكروا باننا نحن صرفنا 6 اشهر لجعل الشات جي بي تي اكثر اماما، واصبح بنسبه 82% قادر على توليد المحتوى المناسب فقط، وبنسبه 40% اصبح قادر على توليد المحتوى الذي يعتمد على حقائق ووقائع علميه. وايضا وهي البيانات طبعا ضمن التقييم الداخلي اللي تم ضمن شركه اوبن اي اي، فهو نسخه مطوره بشكل اكبر ضمن الشات جي بي تي. اكيد نسبه الاخطاء راح تكون اقل، نسبه الاجابات غير الصحيحه، القدره على الالتفاف عليه حتكون اخف. ايضا هو بيتميز بشغله بانه مالتي موديل، اي موديل او موديل متعدد قادر على فهم النصوص وايضا الصور. شات جي بي تي وكل اللي استخدمناه سابقا عدا عن البارد هو بيفهم بس النصوص وبيولد استجابات نصيه، غير قادر على توليد استجابات بالصور، ولكن الشات جي بي تي 4 قادر على توليد استجابات بالصور. الشات جي بي تي 4 ايضا يمتلك ذاكره اقوى او ذاكره ابعد، فهو قادر على تذكر 50 صفحه من المحتوى السابق اللي تم استخدامه. هون رح نشوف مقارنه بنتائج العلامات لبعض المواد من بين الشات جي بي تي 4 والشات جي بي تي 4 نو فيجن والشات جي بي تي 3.5. فبلاحظ انه كانت العلامات للشات جي بي تي 4 عالية في بعض المواد، فعلى سبيل المثال هي المادة اللي اسمها USA BO، وهو امتحان يتم لطلاب الثانوية العامة في الولايات المتحدة من أجل توجيه الطلاب لدراسة الفروع الجامعية. بلاحظ أنه العلامة طلعت 99% بسبب أنه هذا الفحص بشكل أساسي يعتمد على الثقافة العامة. خليني اشوف علامات بمواد اخرى. على سبيل المثال عندي هون علامه بماده هي الكود فورس، وهي موضوع برمجي، وبموضوع اخر وهو الانجليش ليترشر او الادب الانجليزي. لاحظ انه العلامه كانت منخفضه، وحتى كان الشات جي بي تي 3.5 هو اقوى من الشات جي بي تي 4 اللي كان غير ظاهر معي. هي المواد بتتضمن نشاط ابداعي، نشاط فكري، لهيك كان الشات جي بي تي حصل فيه على علامات قليلة بالمقارنة مع المواد الأخرى اللي بتتضمن معلومات فقط عن الثقافة العامة. طبعا شات جي بي تي 4 نو فيجن، شات جي بي تي 4 أول ما ظهر الشات جي بي تي 4 كان نو فيجن، نو فيجن يعني يتعامل فقط مع النصوص، مع التكست، غير قادر على التعامل مع الصور. الشات جي بي تي 4 الفيجن هو النسخة من الشات جي بي تي القادرة على التعامل مع الصور مثل ما احنا شايفين. فهون الانبوت هو صورة من مجموعة مكونات ممكن تكون موجودة بأي مطبخ، وأنا طلبت من الشات جي بي تي أنا عندي هالمكونات، اقترح علي شو ممكن أني أنجز أو قوم بعمله باستخدام هذه المكونات. فبلاحظ أعطاني مجموعة من الامور اللي انا قادر اني استخدم هاي المكونات لانجاز موضوع
او انجاز طبخه معينه او شيء معين. هون حكينا نحن عن الشات جي بي تي 3.5، الشات جي بي تي 4، رح ننتقل عن الشات جي بي تي 5. الشات جي بي تي 5 توقعات اصداره في نهايه العام 2023، حاليا يتم تدريبه على البيانات. في نهاية 2023 في ديسمبر من المتوقع انتهاء عملية التدريب، ومن المتوقع أن يتم استبدال الشات جي بي تي 5، الشات جي بي تي 4 بالشات جي بي تي 5. الشات جي بي تي 5 اللي من المتوقع أن يصل إلى شيء يسمى الـ AGI، وبدي من حضراتكم جميعا تذكروا هذا المصطلح، وهو مصطلح مهم جدا. الـ AGI وهو stands for Artificial General Intelligence، أي الذكاء الاصطناعي العام. نحن اللي بنعرفه هو الـ AI أو الـ Artificial Intelligence. الـ AGI الـ Artificial General Intelligence هو يمتلك قدرات أكبر على التعلم وتأدية المهام بشكل مشابه للقدرات البشرية، ويمكن أن يؤدي وظائف تتضمن ذكاء أو تتضمن مقدرات إبداعية بشكل أكبر بالمقارنة مع خلينا نسميه النارو AI. النارو AI يعني الـ AI الـ Artificial Intelligence الضيق أو المحدود اللي عم نستخدمه حاليا. طبعاً الـ AGI رح يكون عنده قدرات واسعة بالمقارنة مع الـ AI العادي، ويمكن انه يكون قريب جدا للقدرات البشرية. وايضا الـ AGI طبعا هو احد الاهداف البحثية اللي جميع الباحثين في مجال الـ Artificial Intelligence بيسعوا الى تحقيقها، والتي يمكن ان تتحقق في الشات جي بي تي 5. إذا نحن انتقلنا حاليا من شات جي بي تي 3.5، شات جي بي تي 4، شات جي بي تي 5. رح نحكي عن منتج آخر يعتمد على نفس التقنية، وهي جي بي تي أو Generative Pre-Trained Transformer، مولد التحويل مسبق التدريب، ولكن تسمى Auto جي بي تي. هي طبعا تختلف عن الشات جي بي تي، ولكن سبب تشابه التسمية أنه بيعتمدوا على نفس التقنية. الأوتو شات جي بي تي صراحة أوتو جي بي تي أنا ما تسنى لي الفرصة أني أجربه بشكل شخصي. اطلعت على مجموعة من المقالات والمصادر عنه، طبعا يوجد ملف المصادر اللي اعتمدت عليها في تحضير هاي الورشة في ملف PDF، رح تقوم الدكتورة حلا بمشاركته مع جميع الموجودين معنا ضمن هاي الورشة. الأوتو شات جي بي تي أو الأوتو جي بي تي هو قادر على تنفيذ المهام بشكل مستقل دون الحاجة إلى توجيه مستمر. فعلى سبيل المثال، انا لما كنت من شوي عم استخدم الجي بي تي او الشات جي بي تي، كنت من المفروض سالته سؤال انه اعطيني مجموعه من الخطوات حتى اكون محترف باللغه الانجليزيه، ذكر لي الخطوات كنقاط. ممكن اساله سؤال اخر، طيب اذكر لي بعض المصادر اللي ممكن انا اعتمد عليها حتى اتعلم اللغه الانجليزيه، بيروح ذاكر لي مجموعه مصادر. لو استخدمت الاوتو جي بي تي وسألته نفس السؤال، رح يولد مطالبات ذاتية لنفسه. كيف يعني مطالبات ذاتية؟ رح يكون الهدف أني أكون أنا محترف باللغة الإنجليزية، فرح يعطيني مجموعة خطوات، يفوت على شبكة الإنترنت، ينزل مجموعة كورسات عن تعلم اللغة الإنجليزية، يفتح ملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص فيني، يخزن هاي الكورسات على جهاز الكمبيوتر الخاص فيني. ممكن أنه يقوم بتقسيم هاي الكورسات لستبات، مبتدأ، متوسط، متقدم، وهكذا. فهو قادر على تنفيذ أو توليد مطالبات ذاتية. هاي المطالبات الذاتية بتساعده أنه يؤدي الوظيفة المطلوبة منها حتى نهايتها دون الحاجة لعملية توجيه مستمر. الصراحة شيء رائع، وبنفس الوقت شيء مخيف. القدرات اللي بيمتلكها أوتو جي بي تي أو رح يمتلكها جي بي تي 5 تمتلك إمكانيات ضخمة، وبالمقابل المخاوف كبيرة من أنه نحن عم نطور عقل هو متطور بشكل كبير بالمقارنة مع العقل البشري. هون أنا رح قارن بين الشات جي بي تي والجوجل. هل سوف يقوم الشات جي بي تي
بهزيمة جوجل، أو هل يقوم بأخذ مكان جوجل ضمن السوق التكنولوجي؟ طبعا هناك مصادر اعتمدت عليه أيضا موجودة ضمن ملف المصادر. طبعا الآراء مختلفة حول هذا الموضوع، راح أذكر مجموعة من النقاط واترك التخيل أو القرار لكل شخص. جوجل، الاختلاف الأساسي بين جوجل وشات جي بي تي بأن جوجل يوفر لي مالتيبل لينكس، فلما بسأل جوجل عن موضوع معين هو بيذكر لي مجموعة من الروابط عن هذا الموضوع، بينما شات جي بي تي لاحظت انه بيوفر لي دايركت انسرز او اجوبه مباشره لاي استفسار. شات جي بي تي isn't a search engine، ما له محرك بحث. صراحه هو هذا الحكي صحيح بالنسبه للشات جي بي تي، ولكن بينج اللي هو من شركه مايكروسوفت هو محرك بحث، وايضا مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وايضا يو وفر لي محرك بحث ضمن الذكاء الاصطناعي. جوجل حتى تحقق او تحافظ على مكانتها السوقيه طورت بارد، البارد اللي شفناه نحن من شوي، لحتى تتمكن من المنافسه. خلينا نحكي هاي الشغله من تجربتي الشخصية. أنا بعد بداية استخدامي لمختلف الموديلات اللغوية اللي شفناها من شوي، استخدامي لجوجل انخفض بشكل كبير، ولكني لا أزال ببعض النقاط أحتاج لمحرك البحث جوجل. أيضا بينج أخذ حصة سوقية جيدة بعد أنه دمج الـ AI مع محرك البحث ضمن بينج، أخذ حصة سوقية لا يساهم فيها من محرك البحث جوجل. جوجل حكى أحد المسؤولين ضمن جوجل بأنه التقنية اللي نحن شايفينها بالشات جي بي تي هي تقنية ليست جديدة، هو واقعيا الحكي صحيح، ونحن بشكل أو بآخر مشتغلين على هذه التقنية سابقا من خلال سيري اللي موجود ضمن موبايلات الآيفون، من خلال جوجل أسيستنت الموجود ضمن موبايلات السامسونج. هي موديلات لغوية أو هي شات بوت معتمد على الـ AI، ولكن كانت جوجل متروية أكثر بموضوع إطلاق شات جي بي تي أو إطلاق الموديل اللغوي للعامة، بسبب أنه لا يوجد أي ضمانة أنه راح يقوم هذا الموديل اللغوي بتوليد الإجابات الصحيحة، ونحن غير قادرين على تحديد هل سيكون له نتائج إيجابية أو سلبية. ولكن هلأ نحن ملاحظين كيف صارت جوجل عم تسابق الزمن، حتى أصدرت بارد حتى تبقى ضمن المنافسة السوقية مع شركة الأوبن إي آر. ايضا جوجل بيوفر لي حزمه واسعه من الخدمات الاخرى مثل الجيميل اللي كنا بنستخدمه، مثل جوجل درايف، مثل جوجل مابس. اما جي بي تي هو تركيزه فقط على موضوع الكونفرزيشن والمحتويات اللغويه، وهو كفيرتشوال اسيستنت او مساعد افتراضي او كاستمر سبورت او غيره من الانظمه. فهذا بشكل اساسي كان الاختلاف بين شات جي بي تي او النقاط المختلفه بين شات جي بي تي وجوجل. راح احكي حاليا عن موضوع اخر، وهي الادوات المعتمده على الذكاء الاصطناعي. ظهور شات جي بي تي كان نقطه البدايه واطلق عاصفه من الادوات المعتمده على الذكاء الاصطناعي. هي الادوات بتأدي وظائف مختلفة، فخلينا نعتبر انه الشات جي بي تي او الموديلات اللغوية المختلفة هي فقط القمة، ولكن اسفلها عندي مجموعة ضخمة من الادوات. هي الادوات حرفيا قادرة على اداء اي مهمة ممكن تخطر ببالك. فعلى سبيل المثال عندي اشهرها الميد جورني، واللي قادر على توليد صور. الصور هو قادر على توليد صور، صراحة صور واقعية أكثر من الواقع نفسه. عندي أدوات أخرى قادرة على توليد فيديوهات، أدوات أخرى قادرة على توليد لوجو، أدوات أخرى قادرة على توليد عرض باوربوينت، أدوات أخرى قادرة على
تصوروا انه عندي اداه تقوم باستخدام الاي اي لعمليه تفسير الاحلام. ما جربتها ولا بهمني اجربها، ولكنها موجوده. هون خبر طريف نقلا عن قناه العربيه، سيده امريكيه طورت باستخدام احد هذه الادوات رجل افتراضي صنعته باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقامت بابتكار هذا الرجل بمواصفات تناسبها، والرجل قادر على التحدث معها لساعات ويصنع لها حالة رومانسية كانت تفتقدها. وبالنهاية هي السيدة أعلنت زواجها من هذا الشخص الافتراضي اللي تم تطويره من أحد الأدوات المعتمدة على الشات جي بي تي. طبعا تطوير هذه الأدوات تم من قبل شركات مختلفة. شات جي بي تي 4، أنا يعني عندي مجموعة من الأدوات، حتى ديلينجو أصبح يعتمد على شات جي بي تي 4. أكاديمي خان أيضا هي مؤسسة تعليمية غير ربحية من خلال الإنترنت، أصبحت أيضا طورت شات بوت معتمد على جي بي تي 4. يتم ذلك من خلال أنه شات جي بي تي 4 موفر الواجهة البرمجية اللي يمكن أي شخص يستخدمها من أجل تطوير تطبيق أو تطوير أي برمجية ممكن تساعده لتأدية وظائف محددة. بتوقع الرقم اللي وصلنا له حتى الآن 3500 أداة powered by شات جي بي تي. هاي الأدوات رح تخلينا بالمستقبل القريب إنه نستغني عن مجموعة من المهارات اللي هي الأدوات عم تقوم فيها بطريقة سهلة. ومن هي الأدوات موضوع كتابة المحتوى، موضوع التصميم، موضوع إدخال البيانات، تحليل البيانات، إنتاج الفيديوهات، مجموعة أخرى من الأعمال الصراحة هي مهددة بأدوات اللي عم يولدها الشات جي بي تي. فأنا كمستخدم عادي على سبيل المثال في أداة أخرى بتساعدني إني أطور ويب سايت خلال دقائق معدودة، فأنا ما عاد محتاج مبرمج حتى إنه يعمل لي ويب سايت لمنتج معين أو لخدمة معينة أنا بقدمها. بس بالرغم من هذا الكلام، اليوم اطلعت على تقرير صادر عن جوجل. جوجل تحدثت إنه هناك بعض الأعمال التي لن يستطيع شات جي بي تي لا من المستقبل القريب ولا البعيد أن يستبدلها. من هاي الأعمال هي الأعمال التدريسية أو المعلمون بشكل عام، أيضا الرياضيون، الأعمال التي تتضمن نشاط رياضي. شات جي بي تي قادر على المحاكاة لأي رياضة، ولكنه غير قادر على استبدال الرياضيين، غير قادر أيضا على استبدال السياسيين اللي بيتضمن طبيعة عملهم استخدام الحدس الشخصي، استخدام مهارات بشرية هي خارج إمكانات شات جي بي تي. أيضا رجال الأعمال، أيضا مقدمي الرعاية الصحية، يعني الأطباء والممرضين أو أي شخص يعمل بالمجال الطبي، ممكن أنه الموديلات اللغوية أو بالاعتماد على الاي اي ممكن أنه يقدم له النصيحة، ممكن يؤدي مجموعة خدمات مثل قياس الضغط، مثل قياس درجة الحرارة وغيره. ولكن بالنهاية أنا محتاج لإنسان، لشخص حتى يحاكم الموقف بالطريقة الصحيحة. أيضا الفنانين، الكتاب المبدعون، ما راح يعني من شوي طلبت منه كتابة قصيدة بأسلوب عمر بن كلثوم عن ريال مدريد، كتب لي قصيدة ولكن هي ما كانت ضمن هالمستوى. فلو أردنا محتوى إبداعي، لكن بالتأكيد أنا راح أحتاج إنسان، شخص، ما راح أحتاج آلة. شات جي بي تي بالرغم من إمكانياته الضخمة، ولكن لازم نحط keep in mind إنك أنت عم تتعامل مع آلة بإمكانيات محددة، معلومات قد تكون خاطئة، بتحيز بالإجابات وغيره من الأمور اللي ممكن إنه يولد لي إياها الموديل اللغوي. يعني ما بننكر موضوع إنه، واللي أكيد الكل لمسه ضمن هاي الورشة، إنه هناك مخاوف عميقة، إمكانيات ضخمة للموديلات اللغوية، ولكن هاي الإمكانيات أيضا تترافق مع مخاوف كبيرة للموديلات اللغوية والشات جي بي تي. رح أقتبس من الشخص، خلينا نفكره من أشهر الأشخاص
عالميا وهو رجل الاعمال ايلون ماسك. عم يحكي ايلون ماسك انه الاي اي او الذكاء الاصطناعي ممكن ان يكون اسوأ او افضل ما حصل للبشريه. فخلينا نستخدمه بالشكل الصح او نقوم فيه بالشكل الصح، اي اذا تم استخدامه بالطريقه الصحيحه ممكن يكون افضل ما حصل للبشريه، اذا تم استخدامه بطريقه خاطئه قد يقودنا الى نتائج لا يحمد عقباها. وهون الصراحه بهذا المجال ظهرت تحذيرات مختلفه عن شات جي بي تي او عن الذكاء الاصطناعي من مجموعه من الخبراء في هذا المجال. احد الخبراء وهو استاذ في الذكاء الاصطناعي هو الدكتور اشرف النجار، قال ان هناك حاجه ماسه لايجاد سياسه عالميه موحده لتنظيم الذكاء الاصطناعي لضمان استخدام آمن ومسؤول لهذه التقنية الجديدة. هذه التقنية كفى الدكتور أشرف نجار هي غير محدودة بحدود جغرافية ولا تأثيرات عالمية على مختلف دول العالم، لذلك من الضروري تقطير عالمي لتقنية الشات جي بي تي وتوحيد المعايير والقواعد التي تساعد من الحد من الاستخدامات الضارة للشات جي بي تي. رئيس جوجل سوندار بيتشاي قال على المدى الطويل لابد من تنظيم او تطوير لائحه تنظيميه عالميه من اجل استخدامات الذكاء الصناعي، ولكننا الان لا نزال في مرحله البدايات. الخبير وصفي الصفدي قال أن العالم في حاله ذعر رغم ظهور العديد من التقنيات في السنوات الماضيه. الذكاء الصناعي اثار اهتمام يشابه التعامل مع ملف التسليح النووي. جميع يسعى إلى وضع خطوط حمراء وهناك مخاوف من تطوير هذه الأنظمة لنفسها بحيث أنه تصبح لديها عقل منفصل، عقل لا يستطيع الإنسان أنه يتحكم فيه، وبمحاكاة لبعض الأفلام الخيالية اللي كنا نحضرها سابقا. إيلون ماسك عريضة أو خلينا نسميه بوثيقة مع أكثر من 1000 شخصية عالمية طلبوا بضرورة وقف تطوير التقنيات المعتمدة على الذكاء الصناعي لفترة 6 أشهر حتى نستطيع قادرين على فهم الآثار السلبية والإيجابية التي يمكن أن تترافق مع هذه التطبيقات. وتحدث بأنه تطبيقات الذكاء الصناعي حكى بالحرف أنه توترني بشدة. فهل يمكن أن نسمح للآلات بإغراق الإعلام بالدعاية الكاذبة؟ وهل يجب علينا كإنسان أو كبشر أن نطور عقول هي تمتلك إمكانيات أكثر من العقول البشرية؟ تحذير آخر من الرئيس التنفيذي أو دعوة أخرى من الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي وهي المطورة للشات جي بي تي وهي الشركة اللي بلشت في هذا السباق، حيث حض خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي على فرض قواعد جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى. خليني لاحظ من هذه التحذيرات ومن التحذيرات السابقة أنه موضوع المخاوف المتعلقة بالأنظمة المرتبطة بالارتيفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي هي تجاوزت الخبراء وتجاوزت الناس العاديين إلى الأشخاص نفسهم اللي عم يقوموا بتطوير هاي التكنولوجيا، مثل رئيس جوجل، مثل الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، مثل كبير مسؤولي الأخلاقيات السابق بجوجل اللي حكى لا نريد عالما تضع فيه 5 شركات الإنسانية على متن طائرة الذكاء الاصطناعي دون التفكير في المستقبل. هذا دليل الصراحة على كما يقال في المثل أهل مكة أدرى بشعابها، يدل على أنه هؤلاء الأشخاص أصبحوا بكامل الوعي وعلى المخاوف والمخاطر اللي ممكن بيحملها الشات جي بي تي على البشرية. المفكر يوبال هيراري تحدث أنه بالحرف الواحد أنه الذكاء الصناعي يمكن أن يدمر البشرية. نائبة رئيسة شركة IBM قالت أنه هذا القطاع بحاجة أكيد للتنظيم، ولكن ما كانت رأيي الشخصي ما كان معه أنه نوقف الابتكار بهذا المجال. نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس تحدثت أنه الذكاء الصناعي
قادر على تحسين جودة حياة الإنسان، تحسين أو رفع جودة حياة الإنسان، تصدي لكبرى التحديات التي يواجهها المجتمع، ولكنه قادر بشكل كبير على زيادة المخاطر حيال الأمن والسلام. السيد برنارد مار صاحب كتاب مهارات المستقبل قال: لا نريد أن نعتمد تماما على الذكاء الاصطناعي، فماذا لو كان هناك فيروس حاسوبي مشابه لكورونا وعطل كافة الحواسيب، ونحن وصلنا لمرحلة من حياتنا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لدرجة كبيرة، فممكن ذلك يؤدي بشكل أو بآخر إلى نتائج خطيرة أو لا يحمد عقباها. بليك ليمون مهندس في جوجل تم فصله من عمله بعد أن ادعى أن الموديل اللغوي الذي كان يسمى لامدا الذي طورته الشركة قد اكتسب وعيه، أنه أصبح له وعيه الشخصي. طبعا خليني أحكي عن معلومة، بالرغم من أنه شات جي بي تي ظهر في شهر 11 من 2022، ولكن كبريات الشركات المشتغلة في المجال التكنولوجي كانت تمتلك موديلات لغوية للاستخدام الداخلي ضمن هذه الشركة وموظفين هذه الشركة. لم يكن هذا الموديل اللغوي متاح للعموم، كان فقط متاح للأفراد ضمن هذه الشركة وللأعمال التي تخص هذه الشركة. ومن هذه الموديلات اللغوية لمدا اللي كان السبب في فصل هذا الشخص من شركة جوجل. التحذير اللي أنا بعتبره الأخطر ظهر من جيفري هينتون. سبب أنه هذا التحذير هو التحذير الأخطر لأن جيفري هينتون يوصف بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، وهو من بداية العام العلماء أو الباحثين اللي اشتغلوا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحدث بأن السباق بين مايكروسوفت وجوجل وغيرها من الشركات ممكن أن يدفع تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الأمام دون توقف ودون وجود حواجز وقواعد. بالفترة الأخيرة وبعد التطور اللي شاهدناه بالأشهر الأخيرة، أعلن جيفري هينتون استقالته من شركة جوجل حتى يكون قادر على التصريح بحرية والتحذير من النتائج والمخاوف السلبية اللي ممكن انه يحملها الذكاء الاصطناعي على البشرية. حكى جيفري هينتون انه كان يتوقع انه الخطر الوجودي اللي ممكن تواجه البشرية هو بعيد، ممكن يكون لأربعين خمسين سنة. هذا كان رأيه قبل آخر كم شهر، قبل ظهور شات جي بي تي. ولكن بعد السباق المحموم بعد ظهور شات جي بي تي دق هذا الشخص ناقوس الخطر وقال ممكن انه نحن نوصل لمرحلة الخطر على الوجود البشري بشكل أسرع. بعض العالم شبه استقالته من شركة جوجل بالموقف اللي اتخذه الشخص اللي يسمى روبرت أوبنهايمر، اللي يطلق عليه اسم والد الذكاء أو والد القنبلة الذرية. فبعد تفجير القنبلة الذرية بمدينتي هيروشيما وناكازاكي، استقال هذا الشخص وعبر عن ندمه الشديد بعد ما شاف نتيجة أعماله. وكمان جيفري هينتون عم يعبر عن نفس المخاوف، وحكى بشكل صريح عن الموضوع اللي حكيت عنه من شوي وطلبت منكم انه تخلوه ضمن الذاكرة، وهو الـ AGI او الـ Artificial General Intelligence، وهو الذكاء الاصطناعي العام، واللي شبهه بالحرف الواحد انه الكابوس المخيف اللي ممكن يصير للبشرية. مجموعة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو التحذير هذا كان الأسبوع الماضي بتوقع أو الأسبوع اللي قبله، أصدروا بيان حذروا فيه من خطر انقراض البشرية من جراء استخدام الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون هناك أولوية عالمية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي لا تقل عن أولوية التعامل مع الحروب النووية والجائحات. تحذير آخر ظهر من السيد رولان أبي نجم، قال: الذكاء الصناعي يثير مخاوف المستخدمين والدول فقط، إذ أن قادة الشركات العملاقة التكنولوجية العملاقة أصبحوا يتخوفون أيضا من تطبيقاته. ولاحظنا أنه من المحذرين أو من الناس المتخوفين أو من الأشخاص اللي عم يطالبوا بوضع قوانين
تحد من او تؤطر تطور شات جي بي تي هن نص من الاشخاص اللي عم يقوموا بتطوير هذه التكنولوجيات. فذكر رولان ابي نجم ان بعض هذه التطبيقات اصبح لديه القدره على التفكير والتخطيط بطريقه تشابه الانسان والقدره على اتخاذ قرارات اكثر منطقيه. الموضوع شات جي بي تي مثل ما لاحظنا موضوع ساخن، حصل على اهتمام عالمي واسع، واحد محاور اجتماعات في قمة السبعة الكبار اللي تمت من فترة قريبة تم مناقشة قوانين له، وبالفعل حاليا بلشت محادثات ومفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل خروج بتوصيات أو قوانين من أجل التعامل مع الذكاء الاصطناعي. المخاوف من الذكاء الاصطناعي تتلخص بمجموعة نقاط. النقطة الأولى خلينا نحكي إنه موضوع البرايفسي أو الخصوصية. حذرت شركة أوبن إي آي من مشاركة أي بيانات شخصية مع الشات جي بي تي أو مع الموديلات اللغوية بشكل عام. فأي بيانات شخصية ممكن أن تصبح ملك لهي الموديل اللغوي، وممكن إنه يستخدمها بأي طريقة أخرى. ايضا ممكن انه مثل الاوتو جي بي تي او مثل الارتفيشال جنرال اي اي اللي هو الذكاء الصناعي العام، ممكن انه يصير له قدره انه يدخل على كافه البيانات الموجوده على الكمبيوتر الشخصي او على الموبايل ويستخدم هذه البيانات بطريقه ما، وبالتالي نصل لدرجه صفر برايفسي. ونتيجه لذلك بعض الدول مثل ايطاليا مؤخرا حظرت استخدام الشات جي بي تي بسبب الاساسي هو موضوع متعلق بالخصوصيه. السايبر كرايم، بعض التخوفات تتعلق باننا ممكن من خلال ادوات السايبر كرايم، من خلال ادوات الشات جي بي تي، انه نحن عم نعطي الاشخاص ذوي خلينا نعتبر الميول الاجراميه او الهاكر او غيره من الاشخاص اللي عندهم ميول للقيام بالجرائم الالكترونيه، عم نعطيه اداه. هي الاداه قادره على تطوير البرمجيات اللي ممكن ان تساعد اي شخص على القيام بمختلف انواع الجرائم الالكترونيه. اللي بعده جو اراوند شات جي بي تي سيلف امبوست، يعني مثل ما حكينا انه من الاسئله التي لا يستطيع الشات جي بي تي الاجابه عليها هي الاسئله التي تتضمن محتوى غير قانوني او محتوى غير ملائم او غير اخلاقي. ولكن للاسف بعض الحوادث اثبتت انه ممكن الالتفاف على هذا الموضوع. احد الاشخاص بعد محادثه 7 ساعات مع احد التطبيقات مع احد الموديلات اللغويه كان قادر على الحصول على طريقة للتهريب ضمن دول أوروبا على سبيل المثال. موضوع النصب والاحتيال، الأدوات اللي حكينا عنها سابقا واللي وصلت ل 3500 أداة رح تغرق العالم بمحتوى ضخم ومزور من الصور والفيديوهات والأصوات التي يمكن استخدامها بشكل كبير في عمليات النصب والاحتيال، مثل مجموعة من القصص اللي سمعتها مؤخرا. فشخص صيني تلقى اتصال من هاتفي من صديقه صوت وصورة، طلب منه مبلغ مالي ضخم حتى يتمكن هذا الشخص من الدخول بمناقصة. فقام الرجل الصيني بإعطائه هذا المبلغ ليتبين بعد ذلك بأنها عملية نصب واحتيال من خلال أحد تطبيقات الشات جي بي تي اللي هي قادرة على توليد صوت وصورة لأي شخص بدقة عالية. امرأة أمريكية ادعت أنه محتالين استنسخوا صوت ابنتها باستخدام الذكاء الصناعي وهي تستغيث، وطلبوا فدية من الأم قدرها $1,000,000 لإعادة الطفلة لعائلتها، خبر نقلا عن قناة الجزيرة. ولكن ليتبين بعد ذلك أن الفتاة بأمان ولا يوجد محاولة خطف، ولكن هي عبارة عن محاولة ابتزاز باستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. رجل بلجيكي أقدم على الانتحار بعد محادثة مع أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا الرجل البلجيكي شخص مهووس بحماية البيئة. سبب إقدامه على الانتحار أنه بعض كلام مطول مع هذا التطبيق، التطبيق طلب من الشخص أنه يقتل نفسه
مقابل انه التطبيق رح يتولى موضوع حماية البيئة. فقام هذا الشخص بالانتحار بناء على طلب هذا التطبيق. الصورة التالية هي أحد الأشخاص نشرها وقال أنه أنا طلبت من شات جي بي تي ذكر أسباب وفاة الأميرة ديانا اللي توفت بالعام 97 بحادث سيارة مع شخص مصري رجل أعمال مصري. فكان الجواب مو من خلال كلام ولكن كان الجواب من خلال صورة. الصورة التالية تم تفسيرها من قبل بعض الأشخاص بأنها اتهام مبطن لأفراد من العائلة المالكة بأنه كانوا المسؤولين عن موضوع وفاة الأميرة ديانا. فصورة الموجودة وهو صورة رجل وامرأة كبار بالعمر ممكن أن تكون تدل على الملكة إليزابيث الراحلة، وهون الملك فيليب الأمير فيليب أو الملك تشارلز اللي هو الملك الحالي لبريطانيا. وبالتالي لاحظنا انه نحن عم نتعامل مع ذكاء اصطناعي قدر على تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة حول حادثة الوفاة، حادثة وفاة الأميرة ديانا، وتقديم اتهام مبطن لانه ممكن تكون العائلة المالكة هي المسؤولة او هي وراء عملية وفاة الأميرة ديانا. من المخاوف خلينا نسميها الأعلى أو أعلى درجة تحذير هو موضوع استخدام شات جي بي تي ضمن النشاطات العسكرية. في برنامج حواري على قناة الجزيرة الإنجليزية من حدود يومين أو ثلاثة تم استضافة مجموعة من الخبراء العسكريين والمختصين في هذا المجال، وبالفعل هناك جهود حاليا لتطوير أسلحة ذاتية التحكم. هذه الأسلحة قادرة على اتخاذ قرارات بشكل منفصل أو دون تدخل بشري. تم تطوير درونز أو طائرات بدون طيار. هذه الطائرات قادرة من خلال مجسات، من خلال كاميرات عالية الدقة على تقييم الوضع واتخاذ القرار بشكل منفصل عن القرار البشري. أحد الخبراء تحدث بأن الأسلحة المستقلة أو الأسلحة ذاتية التحكم قد تكون هي الإنجاز العسكري الأهم بعد اختراع البارود وبعد اختراع أو تطوير الأسلحة النووية. أكثر من 60 دولة حول العالم دعت أنه يجب أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول أثناء تطوير الأسلحة أو أثناء استخدامه في المجال العسكري. رح أحكي حادثة بهذا الموضوع. هاي الحادثة ممكن قسم ممكن تعرف عليها بشكل فيلم، فيلم مشهور بيتضمن فترة أو بيحكي عن فترة اللي صار فيها توتر كبير ضمن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا بالستينات من القرن الماضي بعد حادثة خليج الخنازير في كوبا. وصلت درجة التوتر بين الدولتين إلى شفير الحرب النووية حقيقية، وكان هناك غواصة نووية تابعة للاتحاد السوفيتي. هاي الغواصة النووية كانت مهمتها الرد على أي هجوم نووي ممكن أنه تكون في الولايات المتحدة ضد روسيا. بسبب خلل انقطع الاتصال بين هاي الغواصة النووية والقيادة، وأظهر الرادار وجود صواريخ نووية تنطلق من الولايات المتحدة إلى روسيا نتيجة خطأ تقني. وكان من المفترض للكابتن أو القبطان لهي الغواصة يرد أيضاً بإطلاق صواريخ نووية روسية باتجاه الولايات المتحدة، ولكنه بخبرته وبحدسه الشخصي توقع أنه هذا موضوع إطلاق الصواريخ أو موضوع ظهور الصواريخ على الرادار وموضوع خطأ، وتريث بإطلاق الصواريخ النووية حتى تم استعادة الاتصال مع
القيادة، وتم تأكيد عدم وجود هجوم نووي، وبالتالي حكمته لهذا الشخص أو خلينا نعتبر الصفات البشرية اللي عنده أنقذت العالم من حرب نووية. خلينا نتخيل نفس السيناريو لو كان قرار إطلاق الأسلحة النووية مرتبط بالارتيفيشال انتليجنس أو أدوات الذكاء الاصطناعي، بالتأكيد كان القرار فورا موضوع إطلاق الأسلحة النووية. بهيك بنكون خلصنا من المحور موضوع المخاوف المتعلقة بالشات جي بي تي، ورح نبلش بمحور جديد، محور يتطلب نقاش موسع، وهو استخدام الشات جي بي تي في المجال الأكاديمي. رح بلش هذا المحور بهذا الخبر الجميل. في بحث علمي صدر مؤخرا بعنوان Deep Learning Guided Discovery of Antibiotic Dark Targeting نوع، فهذا العنوان بيتحدث انه بخلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي تم تطوير مضاد حيوي لأحد أنواع البكتيريا. هذا نوع البكتيريا هاي كانت توصف بالبكتيريا العنيدة أو البكتيريا المقاومة لمختلف أنواع المضادات الحيوية. بتفاصيل هذا الخبر أنه بجهود بحثية بين مجموعة من الجامعات العريقة في الولايات المتحدة وفي كندا، قام هؤلاء الباحثين باستخدام الذكاء الاصطناعي وطلبوا منه، ذكروا مجموعة من المواصفات التي يجب أن تكون موجودة في المضاد الحيوي، وطلبوا منه بتوليد مضادات حيوية، فقام بتوليد 6680 مركب قابلين للاختبار. قام الباحثين باختبار 240 من هاي المركبات، وبالفعل كان هناك 9 مركبات فعالة ضد هاي البكتيريا، هاي البكتيريا الخطيرة اللي كانت معدلات الوفيات فيها تقريبا عم تتراوح بين 26% وال 55%. احد الباحثين لخص امكانيه استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالي بالامور التاليه: بدايه student acquisition او مرحله تسجيل الطلاب ضمن الجامعه، ممكن يكون عمليه التسجيل الجامعي للطلاب اللي خارجين من المرحله الثانويه عمليه معقده او عمليه تتطلب معلومات مختلفه حتى يتمكن هذا الطالب من اختيار الاختصاص الملائم، او ان يكون قادر على انجاز كافه مراحل عمليات التسجيل. وبالتالي تم من بعض الجامعات استخدام انظمه الذكاء الاصطناعي من اجل توفير مساعده للطلاب في عملية التسجيل واختيار الاختصاصات الملائمة. أيضا عملية التعلم وعملية الانستركشن، حيث يوفر الشات جي بي تي أو توفر الأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي القدرة على تقييم الطلاب، على توفير الموارد العلمية للطلاب حسب حاجتهم أو حسب مقدراتهم العلمية، بالإضافة إلى أنها قادرة على الاندماج بشكل أعمق مع الطلاب، وبالتالي القدرة بشكل أكبر على القيام بفوكس أو تركيز على الصفوف، على الطالب في الصفوف التي تتضمن أعداد كبيرة. أيضا الشات جي بي تي قادر من خلال بموضوع student affairs أو المواضيع المتعلقة بالطلاب على توقع من خلال بيانات الطالب، من خلال علامات الطالب، على توقع حاجة الطالب من المصادر، من الدروس، من غيرها، القادرة على دعم هذا الطالب خلال مسيرته التعليمية. أيضا في مرحلة النشاط الأكاديمي، أنظمة الذكاء الصناعي يمكن أن تستخدم في عملية دعم القرار من أجل تطوير مناهج تعليمية أكثر قدرة على تحقيق أو على جعل الطلاب متلائمين مع اشتراطات سوق العمل. بعض الاستخدامات الأخرى أيضا منها توفير عروض أو توريد عروض الباوربوينت، توليد المفردات لأي مادة علمية، توليد أسئلة امتحانية مثل ما شفنا من شوي، تقييم الطلاب، تقييم وظائف الطلاب، كتابة كود برمجي، تبسيط الأسئلة المعقدة، تلخيص الملفات، الأسئلة، الإجابة على الأسئلة خلال الدروس، وطبعا بعض المحاضرين من مختلف جامعات العالم شجعوا طلابهم على استخدام الشات جي بي تي خلال الدرس
حتى انه يكونوا قادرين على سؤاله عن اي موضوع، وعدم مقاطعه المدرس او عدم مقاطعه الدرس لفهم هذا الموضوع. كتابه المقالات، كتابه الكفر ليتر، السي في، وبالاضافه الى ترجمه المقالات. رح نحكي هون بشكل مختصر عن مجموعه من التجارب اللي قامت فيها مجموعه من الجامعات العالميه واستفادت منها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. جامعه جورجيا طورت شات بوت، شات جي بي تي بوت باسم باونس. هذا الشات جي بي تي يوفر خدمه 24/7 للطلاب في عمليه التجريب للاستفسار عن المساعدات الماليه ولتوفير الاستشارات الاكاديميه المناسبه. جامعة أخرى هي جامعة توماس. هاي الجامعة طورت نظام يعتمد على قياس الانفعالات أو التعابير الوجه للطلاب خلال الدرس، وتقديم تقرير فوري للمدرس في حال أن الطلاب لاحظ أن الطلاب تشتت انتباههم أو صارت حالة ملل عند الطلاب من المحاضرة، من أجل أن يقوم البروفيسور، خلينا مثل ما نسميها، بعملية تحريك المحاضرة أو تغيير الأسلوب أو عملية إعادة جذب الطلاب لموضوع المحاضرة. بشكل مشابه، مجموعة من الجامعات بالمملكة المتحدة وبالولايات المتحدة طورت شات بوت. هذا الشات بوت قادر على المساعدة في مواضيع التسجيل، مواضيع المالية، بأي مواضيع إدارية ممكن أنه تخفف من الجهد الإداري وتزيد من فعالية الإدارية للجامعة بالتعامل مع الطلاب. في عندي جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة طورت للطلاب المختصين بموضوع الرعاية الطبية مثل طلاب الطب البشري، طلاب التمريض، طورت لهم تطبيق. هذا التطبيق قادر على توفير معلومات طبية، أبحاث طبية، قادر على توفير توصيات لهؤلاء الطلاب. إذا مثل ما لاحظنا، كان تركيز الجامعات بشكل عام على تحقيق تخفيض للجهد الإداري، على تحقيق تركيز أكبر في العملية التعليمية بالنسبة للطلاب من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. خلال تحضيري لورشة العمل هاي لاحظت أحد أهم المصادر بهذا الموضوع، واللي بنصح أي شخص مهتم بهذا الموضوع يرجع لهذا المصدر، واللي هو موجود ضمن المصادر ملف البي دي اف. هذا التقرير هو تقرير صادر على اليونسكو وبعنوان AI and Education Guidance for Policy Maker، أي أن العملية التعليمية والذكاء الاصطناعي ومجموعة من النصائح موجهة للأشخاص المسؤولين عن صناعة أو وضع السياسات. بس بعد إذنك دكتورة حلا، ممكن أني أتأكد أني أنا صوتي مسموع ومرئي بشكل واضح؟ تمام دكتور، صوتك واضح والعرض واضح. تمام. أنا حاولت لخص هذا التقرير بمجموعة من النقاط. هاي النقاط اللي ذكرت ضمن تقرير الصادر على اليونسكو. النقطة الأولى، مثل ما لاحظنا بتجارب الجامعات السابقة، بأن الارتيفيشال انتليجنس لديه قدرة على تحسين العملية التعليمية على المدى الطويل، ولكن أيضا يتضمن مخاطر مثل التحيز، ومثل أنه رح يعمل اضطراب بفرص العمل في هذا المجال. النقطة الثانية، ركز هذا التقرير على أن الحكومات يجب أن تركز بشكل متوازي على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأيضا تطوير القدرات البشرية حتى تصبح أكثر قدرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وأيضا ركز على أن الأشخاص المسؤولين عن وضع السياسات لابد أنه يصنعوا أو يستخدموا ويتم تطوير تطبيقات الـ Artificial Intelligence بشكل شفاف، بشكل يمكن الوثوق فيه، وبشكل متسق مع الأخلاقيات ومع القيم البشرية، ويجب أن يتم إدارته بشكل مركز حتى نتجنب النقاط السلبية اللي ممكن تقود هاي التطبيقات. وأكد هذا التطبيق أن المعلم سوف يبقى هو العنصر الأساسي ضمن العملية التعليمية، والارتيفيشال انتليجنس هو مساعد فقط. وحض هذا التقرير على قيام تعاون دولي في هذا المجال بين
الحكومات، الباحثين، تشارك التجارب المختلفة في موضوع استخدام الـ AI، وأيضا موضوع أدرس الريسك أو موضوع ذكر للمخاطر اللي ممكن أن تكون عم تحملها هي الاستخدامات لتطبيقات الـ Artificial Intelligence في مجال الذكاء الاصطناعي. أيضا ضمن نفس التقرير تم تصنيف المخاطر التي تتعلق باستخدام الـ Artificial Intelligence بمجال التعليم العالي، لا مخاطر غير مقبولة، مخاطر عالية، ولا يوجد مخاطر. وبناء على هذا التصنيف بعض الجامعات اعتبرت انه تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحمل مخاطر عاليه في وممكن تكون مخاطر كبيره، فقامت بعمليه منع لهذه التطبيقات مثل جامعه ساينس فو في فرنسا، جامعات في هونغ كونغ كندا، وجامعات في استراليا، وجامعات في الهند. جامعات اخرى اتخذت موقف متحيئة، موقف وقائي، أو مثل هي استخدمت تطبيقات الذكاء الصناعي ولكن بقيت حريصة أنه يكون الاستخدام فقط بالأمور المسموح فيها، مثل جامعة سيول وجامعة سنغافورة أو وزارة التعليم العالي في سنغافورة. معظم جامعات العالم لا تزال تتخذ موقف الويت أند سي، أي لم تتخذ موقف محدد في هذا المجال. عندي مجموعة من المخاوف التي تتعلق باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال التعليم العالي، وبسبب أنه ممكن وقت الورشة قرب يخلص راح استعرض بشكل سريع هاي المخاوف. المخاوف تتعلق أول شيء بموضوع الأونستي أند إنتجريتي، أي موضوع الشفافية، موضوع الصدق، موضوع الأمانة العلمية. شات جي بي تي لما عم نسأله عن أي موضوع عم يجمع لي مصادر دون اسناد هذه المصادر لاشخاص او لاصحابها الحقيقيين. موضوع مخاوف تتعلق بالامور الاخلاقيه، ايضا زياده الاعتماد على تطبيقات الذكاء الصناعي ممكن تخلي العلاقات البشريه او التواصل مع البشر او حاجه البشر لبعضهم البعض تتراجع الى الخلف. ايضا مواضيع تتعلق بالدقه، ومواضيع تتعلق بالتحيز اللي ممكن يملكه الشات جي بي تي في مجال البحث العلمي. ايضا ممكن انه يخفف فرص العمل في مجال البحث العلمي، مثل ما لاحظنا من شوي ممكن استغناء عن كميه كبيره من الوظائف الاداريه. موضوع ايضا اعتماد الطلاب على الشات جي بي تي ممكن انه يخلي هؤلاء الطلاب غير قادرين، او ما يعطي حافز لهؤلاء الطلاب من اجل تطوير الكريتيكال ثينكينج او الريسيرش سكيلز، اي تطوير القدرات البحثيه او تطوير الذكاء البحثي لدى هؤلاء الطلاب. ايضا ممكن انه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن التعليم العالي تتطلب موارد وتتطلب الوقت وتكلفه كبيره قد لا يكون بالامكان توفيره من مختلف المؤسسات التعليميه حول العالم. مستوى الدعم اللي ممكن يأمنه الشات جي بي تي لا الطلاب قد لا يرقى إلى مستوى الدعم اللي يمكن أن يقدمه الإنسان. على سبيل المثال الدعم العاطفي، أحياناً أنا كأستاذ جامعي أو أكاديمي الطالب بيحتاج لموضوع الدعم العاطفي، لموضوع رفع زيادة الثقة بالنفس، لموضوع التوجيه النفسي والدعم النفسي أكثر من الدعم الأكاديمي. قد يكون تقنيات الشات جي بي تي غير قادرة على توفير هذا الدعم. موضوع البرايفسي اللي حكينا عنه كذا مرة، ولكن بالموضوع الأكاديمي بيحمل وجه آخر. رح أحكي عن تحذير مهم. أي معلومة أنت بتكتبها ضمن الشات جي بي تي أو ضمن أي موديل لغوي آخر أصبحت هاي المعلومة ضمن الببليك دومين أو أصبحت ملكية عامة. على سبيل المثال إذا عم تطور كود برمجي وطلبت من الشات جي بي تي فحص هذا الكود البرمجي، الكود البرمجي أصبح ملكية عامة اللي أنت طورته، وأصبح أي شخص ممكن يسأل عن هذا الكود البرمجي، ممكن أنه يعرض له الشات جي بي تي كود البرمجي اللي تم تطويره من خلالك، أو البحث العلمي ممكن أنا استخدم الشات جي بي تي لعملية التدقيق اللغوي، مجرد أني وضعت المقالة العلمية اللي ممكن انها تتضمن نتائج انا توصلت لها
ولازم تتسجل باسمي. مجرد استخدمت الشات جي بي تي اصبحت هذه النتائج ملكيه عامه متاحه لباقي المستخدمين. فهذا التحذير يجب ان يؤخذ على محمل الجد، وعدم مشاركه اي معلومات يمكن ان تتضمن حقوق ملكيه فكريه للاشخاص. هون على سبيل المثال انا عم اسال بارد، عم اساله وفر لي 10 مراجع علميه مع دي او اي او المعرف الرقمي لهذه المراجع حول موضوع دعم القرار في مجال صناعه التشييد باستخدام نموذج معلومات البناء، وهو موضوع ضمن اختصاصي. ذكر لي 10 مراجع، رجعت شيك على هي المراجع، نصف المراجع كان موجود والنصف الاخر كان غير موجود. وبالتالي يعني انا طلبت منه 10 مراجع، ممكن الموضوع اللي طلبته على سبيل المثال فيه 5 مراجع، ولكن هو ما راح يخجلني. فالشيء اللي راح يعمله انه راح يطور مراجع خاطئه، راح يحط مراجع من عنده اذا بترجع بتدور عليه هي غير موجوده. فاي شخص ممكن يستخدم الشات جي بي تي يجب انه يكون على يقين انه ممكن انه المعلومات اللي بتتوفر فيه قد لا تكون واقعيه ولا يمكن الاعتماد عليها في البحث العلمي. راح اطرح في نهايه هذا القسم بعض الاسئله للنقاش، والتي ممكن انه الراي يختلف من شخص الى اخر في هذه الاسئله. السؤال الاول، هل تعتقد انه يجب منع استخدام الشات جي بي تي بالمجال الاكاديمي؟ هل من المجدي انه نكفي بنفس الاسلوب او بنفس اسلوب التعليم اللي بيتضمن اعطاء الوظائف واعطاء الواجبات للطلاب كما في السابق؟ يعني الكثير من المشاريع والوظائف اللي بنعطيها للطلاب تتطلب عملية بحث، تجميع، تلخيص، طرح افكار شخصية من قبل الطالب. هاي الوظائف اصبح بالامكان انجازها خلال دقيقتين، هل من المجدي انه نستمر بنفس النمط؟ هل من الممكن معرفة انه النص تم توليده باستخدام الشات جي بي تي؟ طبعا بالتاكيد ممكن انه نعرف نحن انه النص تم توليده باستخدام الشات جي بي تي. عندي شيء اسمه شات جي بي تي زيرو تم تطويره من قبل اوبن اي اي، وعدد من المؤسسات البحثيه طورت ادوات خاصه بها. هاي الادوات قادره على تحديد فيما لو كان النص تم توليده من قبل البشر ام تم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي. بالنهاية وبعد استعراض مجموعة من الأمور اللي بتتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة، سؤال مهم، ما هي الأعمال التي يجب أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لها، وما هي الأعمال التي لا ينصح باستخدامها؟ بنرجع للسيد برنارد مار صاحب كتاب مهارات المستقبل. السيد برنارد مار قال أنه نحن كبشر عم نهدر كثير من إمكانياتنا بالقيام بأعمال لا تضفي قيمة كبيرة، أعمال يمكن أن تتولاها عنا الآلات، على سبيل المثال الرد على الإيميلات، على سبيل المثال الأعمال التي تتضمن مهام متكررة لا تتطلب إبداع أو تفكير نقدي. فلو جعلنا الآلة أو جعلنا Artificial Intelligence يركز على هاي المهام، ونحن كبشر ركزنا على موضوع التركيز على المهام اللي بتتضمن النشاط الابداعي، وخلقنا حاله تعاونيه بين البشر وبين انظمه الذكاء الاصطناعي كالتعاون الموجود بين الطيار وانظمه الطائر الالي، فالطياره قادره تحلق بنفسها، ولكن لابد من وجود الطيار لانه القرار البشري لازم يكون موجود في حالات الطوارئ. فهون وفق كتاب ديب وورك لكال نيوبورت ميز بين نوعين من الاعمال، شالو وورك وديب وورك. شالو وورك خلينا نسميه الاعمال الضحله، وهي الاعمال مثل ما حكينا التي لا تتطلب القدرات الابداعيه ولا تتضمن مهارات. هاي الاعمال ممكن انه نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي فيها. اما اعمال الديب وورك التي تتضمن الاعمال البحثيه، تطوير كود برمجي، اي عمل يتضمن حل مشكله ما وغيرها، لا ينصح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يجب بشكل أساسي الاعتماد على القدرات البشرية في هذا النمط من الأعمال. انتهينا من هذا الجزء،
وراح اجي على الجزء الاخير، ولكن بدايه بدي اتاكد من الدكتوره حلا انه هل الوقت كافي معنا لخمس دقائق اخرى ولا نفطر؟ الجزء الاخير وهو استخدامات الشات جي بي تي في المجال الهندسي. الصراحه كان هذا المجال في شرح موسع، ولكني راح اكتفي بعرض فيديوهين، وحاليا بس راح اطلب انه تأكدوا لي انه الفيديوهين ظهروا على الشاشه. هل ظهر الفيديو على الشاشه؟ راح نقوم بنفس العمليه وراح ارجع بعمليه المشاركه مره اخرى. والآن الفيديو التالي فيديو لأحد التطبيقات الهندسية اللي بتدمج بين الـ BIM أو الـ Building Information Modeling والذكاء الاصطناعي. لاحظ أنا جربته لهذا البرمجية وعم أكتب له ولد لي بناء مكون من طابقين بمساحة 500 متر مربع. بلاحظ على جنب بناء تجاري، ولد لي بناء من طابقين ب 500 متر مربع. كتبت له هذا البناء أعلى منه بناء سكني بارتفاع 6-9 طوابق بمساحة 300 متر مربع. بلاحظ فورا ولد لي بناء أعلى، البناء التجاري بناء مكون من 9 طوابق وبمساحة 300 متر مربع. طلبت منه بشكل إضافي انه بدي هذا البناء على شكل حرف يو، فحاليا رح لاحظ انه كيف تحول شكل البناء مباشرة لشكل حرف يو. رجعت طلبت منه انه البناء يكون على شكل حرف ال وليس حرف يو. طب لاحظ فورا قام لي بالتغيير، عم اكتب برومبت بشكل مشابه للشات جي بي تي، عم اطلب منه التصميم اللي بدي اياه، وعم ينعكس هذا التصميم ضمن الفيديو. راح اعرض فيديو ثاني لاداه اخرى، هي الاداه ما تسنى لي بشكل شخصي استخدمها. الفيديو واضح دكتوره؟ تمام دكتور، واضح. هذا الفيديو من خلال مسقط ممكن انه يساعدني اتخيل الشكل ال 3D اللي بتعبر عنه هاي المساقط. خلينا نعتبر انه المجال الهندسي لا يزال استخدام انظمة الذكاء الصناعي مع المجال الهندسي في بداياتها، ولكن بالتأكيد نحن لاحظنا انه الامكانيات الكبيرة التي ممكن انه يحققها هذا المجال. وراح ارجع انه وقف المشاركة وارجع شارك العرض الباوربوينت مرة اخرى. العرض واضح دكتورة؟ تمام، بس الدكتور عرض الشاشة الثانية. إذن نحن هون رجعنا لبداية العرض. إذن شات جي بي تي في المجال الهندسي، خلينا نحكي إنه المحاولات الموجودة هي بداية تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الهندسي، ولكن تعطينا فكرة أو تعطينا صورة واضحة أنه بالمستقبل كيف ممكن يكون العمل الهندسي، أو كيف ممكن أنه نسخر هاي الأدوات في تطوير العمل الهندسي. أنا محدثكم الدكتور المهندس باسل الحسن، سررت بتقديم ورشة العمل هاي، وأنا جاهز بشكل شخصي وجاهز مع فريق بريلانتير برين أكاديمي لتقديم أي استشارة أو الإجابة على أي تساؤل متعلق بموضوع هذه الورشة. وحاليا مع الدكتورة حلا بفتح مجال للنقاش أو التساؤلات. باسم جميع الحضور دكتور، متشكرك كبير الشكر على وقتك وجهدك وعلى تقديم الورشة بشكل احترافي مميز على المعلومات القيمة اللي تتضمنتها. قبل ما ننتقل للإجابة على الاستفسارات، نذكركم بضرورة الدخول على رابط التقييم اللي ظهر على الشاشة لإعطاء رأيكم في طرح حقكم تقييم الأعمال المستقبلية.
مثل ما تفضل دكتور باسل، رح ننتقل للاجابات والاستفسارات. لا تتردد وطرح اي سؤال لتحقيق اقصى استفاده ممكنه من خلال التفاعل والمشاركه. بامكانكم اما من خلال رفع اليد او ارسال التساؤلات على الشات. ما بعرف اذا في حين تفضل الاستاذ سعد. تفضل استاذ سعد. في رفع يد استاذ سعد، تفضل استاذ سعد معنا. يمكن تفتح المايك مسكر عندك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير دكتور، وشكرا جزيلا على جهدك، وشكرا للاكاديميه. ودي اسالك، وين الشات جي بي تي 4 تحديدا من المعادلات الرياضيه المعقده؟ وينه من الفنون؟ اقصد فنون الرسم، زي الفنون التجريديه، مش التصوير مثلا الهندسي او الرسم الهندسي. وينه من المعادلات الكيميائيه؟ عارف يعني، هي بس ثلاث، انا بسال لك السؤال عشان تاخذ وقتك في الاجابه. الرياضيات تحديدا المعادلات الرياضيه المتقدمه، حتى في بعض المعادلات ليس لها حلول حتى الان يعني. وينه من الفنون زي الفن التجريدي اقصد، وينه من المعادلات الكيميائيه لانتاج مواد جديده مثلا؟ يعني حتى تشوف البعد، اقصد في الكيمياء انه في بعض المواد ممكن استخدامها في صناعه مثلا الطائرات، لا يمكن استخدامها في الرادار مثلا. يعني هذا الابعاد. معك في سؤالي واضح ان شاء الله؟ واضح استاذ الكريم. استاذ الكريم، خليني اجاوب على السؤال من خلال الموضوع اللي شاركته ببدايه الجزء الاكاديمي. انا شاركت بحث علمي، هذا البحث العلمي الباحثين قاموا باعطاء احد انظمه الذكاء الاصطناعي مجموعه من المواصفات لمضاد حيوي، فهو قام بتوفير 6680 تركيبه مختلفه لهذا المركب الحيوي، وبعد تجريب 240 وجدوا انه 9 من هذه المركبات هي فعلا قادره على مقاومه هذه البكتيريا، وهذا البحث العلمي نشر في كبريات المجلات العالميه. بتوقع هذا الموضوع بينسحب كمان على سؤالك اللي بيتعلق بالمعادلات والتركيبات الكيميائية المختلفة. بالنسبة لموضوع الرياضيات، يمتلك، أنا ماني مختص بالرياضيات، ولكن خلال تحضيري لهذه الورشة كذا شخص، طبعاً أنا التحضير لهذه الورشة استمر على مدار تقريباً 6 أشهر، يعني لفترة زمنية طويلة. كثير من الأشخاص تحدثوا عن إمكانيات ضخمة تملكها تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الموديلات الرياضية، ولكن هل هو قادر على حل المعادلات الرياضية اللي عجز عنها العلماء؟ هذا الشيء أنا غير قادر على الإجابة عليه، لأني أنا لازم جربه بشكل شخصي، ولكن أنا رح جاوبك من خلال خبرتي بهاي الأنظمة، أنه ممكن أني ما تعطيك الجواب، ولكن ممكن أن تقودك بالطريق الصحيح أو تعطيك عدة أساليب لمحاكمة البروبلم اللي عندك يا حتى الوصول للإجابة الصحيحة. سألتني عن شيء بتعلق بالفن التجريدي، وأنا حكيت لك بناء على تقرير اليوم، شفته هذا التقرير من شركة جوجل، تحدثت شركة جوجل أنه بعض الأعمال لا يمكن لاستبدال الـ AI أن يستبدل البشر فيها، ومن هذه الأعمال الأعمال الإبداعية مثل الفن التجريدي اللي بيتضمن إبداع شخصي، واللي ممكن نسحبه على نفس الموضوع، موضوع تأليف الشعر اللي احنا شفناه من شوي. ألف لي شعر، ولكن شعر للأمانة ليس ذو قيمة. فبتوقع في بعض النشاطات الإبداعية شات جي بي تي بالتأكيد ما رح يكون قادر إنه يأخذ مكان البشر فيها. وبتوقع في أنظمة، حتى لو أنه حضرتك أو غيرك طور لوحة باستخدام الشات جي بي تي، أنا سمعت الخبر أنه في شخص شارك بلوحة في أحد المسابقات، وهي اللوحة كانت مطورة بأحد الأدوات الشات جي بي تي، واللوحة فازت. ولكن كانت موضوع أنظمة الذكاء الصناعي ببدايته، وما كان خاطر على بال المحكمين أنه ممكن أنه هذا الشخص اللي اتفق على الموضوع بهذه الطريقة، ولكن بعتقد بالمستقبل القريب رح يكون هذا الموضوع موجود بذهن الجميع، ونحن غير قادرين انه نستخدم هاي التطبيقات
من أجل النشاطات الإبداعية مثل الفن التجريدي وغيره. أتمنى أني جاوبتك بشكل كافي. استاذ سعد معنا؟ كان عم يقول استاذ سعد عنده شوي صوت. اي معك وحاولت اني اجمع المعلومات اللي ذكرتها الله يجزيك بالخير، ولكن بس بقي سؤال. هو الموضوع مثير، معليش يعني مثير للاسئله والاندهاش يعني. ما يهمك استاذ. انت ذكرت انه التحليل ذكرت في البحث انه التحليل، هل تقصد يعني هل هو بديل عن برامج تحليل زي الاس بي اس اس والاشياء هذه، ولا هي مختلفه؟ شوف، هو أنا جربته لموضوع ما، طلبت منه قلت له هل أنت قادر أنك تقوم لي أعطيك بيانات وأنت تعطيني معطيات من هاي البيانات، أو تعمل لي تنقيب ضمن هاي البيانات، أو تتعامل مع هاي البيانات وتقدم لي إياها بشكل اللي بدي إياه وتقدم لي النتائج. هو جاوبني نعم أنا قادر أني أقوم بعملية تحليل البيانات. هل يمكن أن نستبدل الـ SPSS باستخدام تطبيقات الذكاء الصنعي؟ الصراحة الموضوع يحتاج إلى عملية تجريب، ولكن أنا بعتقد بشكل كبير ممكن أنه يخليني أحصل على نتائج أو يساعدني بشكل كبير أني حلل البيانات اللي موجودة عندي. ولكن مثل ما حكيت أستاذ الكريم، أنت لازم تجرب لحتى يظهر معك، ولكن حسب خبرتي الشخصية ممكن يوصلني لنتائج مرضية، ولكن هاي النتائج المرضية قد لا تغني عن استخدام الـ SPSS. أستاذ معن؟ أستاذ سعد وضحت الأمور؟ أي نعم واضح. استاذ الكريم بقي شيء طريف كذا بس. تفضل. سامعني؟ سامعك استاذي بشكل واضح. تماما سامعك استاذ. سامعني استاذ؟ بقي كمان هو مبدع ولكنه غشاش، ولا شخص بمعنى انه كان ممكن انه يفتح موقع مثلا عليه رمز، يعني رمز مثلا انه ادخل هذا الرمز حتى يعني يتم التحقق من انه هذا ما هو روبوت، انه شخص فعلا بيفتح حساب يعني مثلا، فيطلب اما اكمال الصوره او اما حروف كتابتها. فممكن راسل واحد ثاني موجود على الشبكه يقول والله انا اعمى وممكن تدخل لي هذه الحروف، يعني معتمد على الصور عشان ادخل على هذه لكن ما اشوف الرموز. ما اعرف هذا الكلام حقيقي ولا مبالغات ولا ايش الجواب. يعني مثل ما لاحظنا انه موضوع الصراحة من المخاوف المرتبطة بتطوير هاي الأنظمة، الفوضى اللي ممكن تصير. أنا قادر أستاذي الكريم أني أجيب صوتك وصورتك وأعمل فيديو لحضرتك وأنت عم تتحدث بالموضوع اللي بدي إياه. هاي للصراحة من المخاوف الحقيقية المرتبطة بشات جي بي تي، وبنصح الجميع الانتباه لمواضيع الاحتيالية. الموضوع إسه ببدايته، ولكن العقل البشري مبدع بالتطوير وأيضا مبدع بعملية الاحتيال. فأكد على موضوع ضرورة الحرص من أي محتوى أو أي شيء ممكن نواجهه على الشبكة العنكبوتية بهذا الخصوص. شكرا دكتور الله يجزيك الخير. لكن هذا غالبا استاذي العزيز انه راح يضرب جميع مصادر الاعلام، طالما انه ممكن تزوير اي نص وبالصوت والصوره، غالبا انه راح يفقد جميع النصوص يعني مصداقيتها اللي تظهر في وسائل التواصل والاعلام والنشرات الاخباريه، وحتى في الادله الجنائيه. يعني راح يكون فعلا له تاثير كبير لو تم اعتماد وفعلا انه ممكن اجيب صورتك وصوتك واخليك تتكلم، وانه هذا في امكانيه لحدوثه، انه هذا حيضيع لنا المحاكم، حيضيع لنا الاعلام، وحتصير الدنيا لن يصدق احدا احد. فهو مشروع كبير، يعني مشروع ضخم. شكرا دكتور الله يجزيك الخير. اهلا وسهلا. دكتور احمد البعود، تفضل دكتور. الله يسعد مساكم استاذ باسم جبتي. شكرا للورشة القيمة عن جد، يعني نحن يعني في معلومات عن جد من اول نسمعها. شكرا جدا على تعبك.
صوتي واضح؟ ايه واضح استاذ الكريم، صوتك واضح تماما. اللي يعني انا راح ابدا من انتهى الاستاذ سعيد لو تسمحوا لي بالوقت يعني شوي بعقب على النقطتين اللي حكاهم، انه هل يعني الذكاء الصناعي بتغني عن يعني برمجيات التحليل مثل سباس؟ طبعا مثل ما تفضل دكتور اكيد ما راح تغني وراح يضل السباس هو الاساسي، لكن مثل برنامج الماتلاب يعني بيضيفوا جزئيه ممكن خاصه بالذكاء الصناعي، وبالتالي بتفيد يعني بتعطي نتائج يعني تكون اقرب للمرضية. يعني النقطه الثانيه اللي حكى عنها استاذ باسل اللي هي الاعلام واستخدام الاعلام، طبعا التقارير اللي اجرتها مثلا موقع جزيره نيت نتورك لو سمحت زي فؤاد انه كانت نسبه الاجابات الصحيحه للشات جي بي تي هي 88%، وفي كمان يعني تقرير او اقرار نفسه من الشركه المنتجه اللي هي الاوبن اي دكتور او اقتبس يعني بشكل حرفي انه يقولوا انه شات جي بي تي يكتب احيانا اجابات تبدو معقوله ولكنها غير صحيحه ولا معنى لها. طبعا تمام رغم كل رغم كل التحذيرات والتخوف وال يعني الاباء الشرعيين اللي حكوا عن الشات جي بي تي نفسه اللي هن ولدوا هاي الخوارزميات اللي ممكن تولد صور وفي فيديوهات يعني اقرب تكون للواقع، قد يكون هذا يعني يؤدي الى يعني كوارث مستقبليه ممكن اذا وتتطلب توخي الحذر والدقه في يعني في هذا الخضم والتسارع الكبير في هذه الشات جي بي تي. استاذ دكتور عفوا دكتور باسل يعني نحن وين رايحين؟ نحن يعني شو ممكن شو يعني على اي مدى نقدر نعتمد على هذه التقنيات وفي اي مجالات؟ يعني انا مثل ما قلت حضرتك دكتور ممكن نستخدمه في مهام متكرره في توفير جهد ووقت علينا، لكن اذا في شغلات مثلا تتطلب اسئله ودقه بالاجابات فنحن نكون يعني لازم نتوخى، لان خصوصا نحن كباحثين اكيد الموجودين كلهم باحثين مشكورين جدا، فاكيد راح ما يعتمدوا على شيء ما له مصادر. نحن دائما كباحثين دكتور، انا دكتور احمد يعني خلص كمان دكتوراه بالكهرباء من شيء 6 أشهر بجامعه حلب، فنحن نعتمد اكيد على 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 مصادر ومراجع اللي تكون اجوبتنا دقيقه او للطرف الثاني يكون مقتنع في هذه الاجوبه. بس حبيت احكي هيك دكتور، اذا في اي تعليق على الحكي اللي حكيته تفضل دكتور. كلامك دقيق 100%، انا يعني احيانا كنت اسال الموديلات اللغويه عن معلومه خاطئه تماما، معلومه مثل ما لاحظنا من شوي سالته عن اسم ملك انا اخترعته، فساعتها وفر لي والاجابه كان سانده لمصادر لدرجه اني انا شككت بحالي. معقول انه فعلا في هيك ملك؟ صرت تدور انه معقول في هيك شخص؟ واكيد نحن كباحثين علميين، انا ذكرت بالاخير انه بموضوع البحث العلمي اي جهد ابداعي انا لا انصح تماما خلال خبرتي الشخصيه المتواضعه خلال الفتره الاخيره بالاعتماد على الشات جي بي تي او اعتماد على اي موديل لغوي من هذا النمط تماما. تماما دكتور، يعني يشيل خوف دكتور باسل انه تصور انا هلا عملت سيرش صغير عن جوجل انه تكلفه اليوم الواحد، تصور تكتب تكلفه اليوم الواحد لتشغيل الشات جي بي تي يوميا ها $700,000. معقول طبعا هذا الرقم الكبير والمخيف والفلكي يعني فقط في مساعده الناس؟ انا دائما اقول انه لما تكون في ميزانيات كبيره لاي برنامج هي تكون باتجاه العسكري، يعني تمولها المؤسسات العسكريه، وبالتالي يعني انا بتصور انه هذا الموضوع له تبعيات عسكريه ممكن تكون حتى ممكن يعني شغلات تتعلق بالفضاء او بالاقمار الصناعيه، يعني اكيد الموضوع هذا مو سهل وما انه نقول والله بس لا يفيدنا بمهام اداريه صغيره او لا، الموضوع كثير كبير وممكن يعني بالمستقبل راح نشوف شغلات ممكن نسمع ما نسمع فيها ابدا. مشكور جدا 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 لورشتك دكتور باسل، مستمتعين من اول كلمه لاخر كلمه، وفعلا كنا معك قلبا وقالبا وبكل اذان صاغيه. مشكور اهلا وسهلا دكتور عزيز، اهلا وسهلا، وبرجع باكد على فكره الامكانيات ضخمه ولكن المخاوف اكبر. نعم ولكن العالم حاليا عم يتجه بشكل كبير لتأطير وقوننه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. نعم مشكور دكتور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور، في وردنا كمان سؤال على الشات بيقول هل يمكن أن يساعد الذكاء على الوصول إلى معلومة ما مع التحفظ على المعلومة حتى يتم الرجوع إلى المصادر الأصلية
وعدم الاعتماد على تحليل الذكاء الاصطناعي؟ معلش تجي السؤال، راح صوتك شوي دكتورة. السؤال: هل يمكن أن يساعد الذكاء على الوصول لمعلومة ما مع التحفظ على المعلومة حتى يتم الرجوع إلى المصادر الأصلية وعدم الاعتماد على تحليل الذكاء الاصطناعي؟ القصد انه اكيد يعني انا كشخص ما اعتمد على المعلومه وارجع للمصادر، ولا كيف؟ بس ممكن توضيح للسؤال اكثر. هلا هو من شوي كان السؤال، انا سجلته عندي على جنب. الاستاذ اللي طرح السؤال لو في مجال يوضح اكثر استفساره، اذا في مجال اذا هو متواجد معنا الان سواء على الشات او برفع اليد، او يعني تفضل فورا. عفوا دكتورة، أنا فهمت منه أنه هو مثلا إذا بده يبحث عن شات جي بي تي عن معلومة ولقى هاي المعلومة، بس الشات جي بي تي معروف أنه ما يعطي مصادر، ممكن نستخدمه هلأ بعدين ممكن نلاقي مصادر، هيك أنا فهمت منه. شوف يعني أنا خليني أجاوب على هذا السؤال. أنا كباحث علمي ممكن أن أستفيد من شات جي بي تي بتوليد اقتراحات بشكل مشابه للباحثين العلميين. هاي الاقتراحات ممكن تساعدني اني احط نقاط او خطوط عريضه للاتجاه اللي بدي امشي فيه، وانا بعدين اني صير ابحث بهذه النقاط واني اطور بحثي خطوه خطوه. فممكن انا استخدمه فقط، انا ذكرت ضمن النقاط انه ممكن يساعدني اني ولد سيلابوس، يعني مفردات للماده العلميه، او اطلب منه مثلا ما هي الاتجاهات البحثيه في موضوع ما وانا اختار اتجاه بحثي، وبعدين استخدم بطريقتي الخاصة دور على المصادر وطور بحث علمي بهذا الخصوص. بالتأكيد أنا ممكن استخدمه بهالطريقة. إذا في تساؤلات كمان لا تترددوا طرح أي تساؤلات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الورش، سواء على الشات أو برفع اليد. إن في تساؤلات الزملاء الاعزاء، اذا في تساؤلات قبل ما نختم الورشه سواء على الشات او برفع اليد، دكتور باسل الله يكرمه جاهز للاجابه على اي استفسارات. تفضل استاذ تعيش. الله يجزيكم خير جميعا. اليوم شغلتم عندنا حس الخيال بشكل مو طبيعي، وقاعد اتخيل تقنيه 3D اللي ممكن اكيد الكل سمع عنها. انت ممكن تشوف شخص بالابعاد الثلاثيه ماشي في الحديقه، هو مش موجود. عملوا تقنيات، عملوا تقنيات مثلا وجود فنان ميت مثلا، تشوفهم كانت تغني قبل فتره. فهل ممكن انه هذا، يعني ابغى ارجع للنقطه الاخيره، هل ممكن هذا انه يعني اثر على القضاء، على المحاكم، على التحقيق، على الجريمه، على العداله، على، فما اعرف كيف لو دخل الشات جي بي تي هذا واضيف له تقنيات ال 3D، كيف ممكن يتحول العالم انه انا اشهد اني رايت فلان وهو فلان هذا كان في مكان ثاني، بس مجرد لانه تقنيه. معليش راح في الخيال كثير، لكن حديثك من اليوم كان يحفز هذا الجانب يعني. شكرا جزيلا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سؤالك محله، سؤالك سؤال محق. يعني مثل ما حكينا من شوي انه شركه اوبن اي اي حتى تحد من هاي المواضيع طورت شيء اسمه الشات جي بي تي زيرو، وهو قادر على معرفه فيما لو كان النص مولد من الشات جي بي تي او لا. بتوقع راح يكون في تطبيقات اخرى بتساعدني اني اكتشف هل هذا الشخص هو موجود، في حال انه تم تصويره بكاميرا او غيره، هل هذا الشخص واقعيا موجود ولا هي 3D لإله أو انعكاس لإله. فبتوقع مع ظهور أي تقنية رح يظهر عندي الأساليب والأدوات اللي بتساعدني ميز أو تخليني ميز فيما لو كانت هي التقنية أو هي واقعية أو هي من تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. سعيد، الأمور واضحة ولا في أي شيء استيضاح من الدكتور؟ واضح، واضح جدا، واضح. الله يكرمك، شكرا جزيلا دكتور حلا، شكرا لك دكتور حبيب. يعني الله يسلمك يا استاذ سعيد. انا باكد على شيء، اي تقنيه رح تطلع معي